تفاجأ السيد الرئيس الحكومة والشعب معا بإصدار تعليماته للحكومة باستعادة أراضي وضع اليد، مصدرا أوامره بانتهاء هذا الأمر خلال شهر واحد، وأن من يقف أمام القانون والدولة يجب محاسبته. في هذا الإطار أيضا ننوه بحضور عدد كبير من الشباب عن كل محافظة من محافظات الجمهورية للتعرف بشكل أكبر على إن صح تسميته كشف حساب لما تم العمل به خلال هذه الفترة التي أعطى فيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أوامره بإزالة هذه التعديات واسترداد أراضي الدولة المنهوبة. مشاهدينا الكرام، أيضا كان الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد أن أصدر أوامره منذ شهر تقريبا فيما يتعلق بهذا الملف، ملف إزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة، قد أعطى أوامره للمحافظين وأيضا مديري الأمن وقادة الجيوش، وقال إنهم مسؤولين جميعا عن سلامة هذه الأراضي وعدم الاعتداء عليها في نطاق كل محافظة، وأيضا مسؤولين عن استعادة هذه الأراضي التي أخذت على غير وجه حق وهي ملك للشعب المصري. أيضا الناس ربما يتطلعون في هذا الإطار إلى ثورة مماثلة تتعلق بالإنهاء أو القضاء على البيروقراطية، ربما كما يرى كثير من المراقبون والمتخصصون والروتين أيضا، لما يتسبب في هذا الأمر من حالة من تعطيل المصالح للناس، إهدار الوقت، أيضا حماية لحقوقهم في كافة المجالات، سواء في التصرف في أملاك الدولة الخاصة أو في القواعد والإجراءات المنظمة لها وغيرها تماما، مثل حماية حقوق ومصالح الدولة، وأنه على الحكومة أيضا ألا تنتظر وفق هؤلاء المراقبين الأوامر أو التعليمات، ولكن يجب عليها أن تتعامل مع هذا الأمر بشكل ربما يكون أكثر فطنة وحكمة حتى يتم تنفيذ هذه الأمور وفق جداول زمنية محددة. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بسم الله الرحمن الرحيم، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، السادة الحضور، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اجتمعنا اليوم لنقول إن إملاء الإرادة واستغلال النفوذ والاستحواذ على ثروات الشعب وأرضيه هو حال ولا زمنه ولن يعود. نعم، لقد قالها الرئيس بملء فيه، مؤكدا أن الأمانة التي ائتمن عليها سيسلمها كاملة غير منقوصة، ومشددا على أن شريعة الغاب أبدا لن تسود في هذا الوطن ما كان في موقع المسؤولية التي قيضها الله له وكلفه الشعب بها. لا سلطان لأحد ولا عاصم له إلا القانون، وهو القول الفصل الذي يقف الجميع أمامه سواء. في محافظة قنا كان عهد قطعه الرئيس على نفسه، عهد لله والوطن والتاريخ، مكلفا الحكومة بسرعة إنفاذ القانون وإزالة التعديات وإعادة الأرض المستولى عليها عنوة ومن دون وجه حق إلى أصحابها وهم عموم الشعب المصري، إعادتها من هذه القلة التي توهمت أن الدولة غائبة أو ظنت أن الفوضى حاكمة. ثم أعلنها الرئيس مجددا في محافظة دمياط، أعلنها مدوية
بصوت الحق عال لا يخشى في الحق لومة لائم، لا تراجع لا إرجاء لا مهادنة لا تفريط في حقوق الشعب أو المساومة عليها، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. انتهت المدة الزمنية المقررة وحان الوقت لتقديم النتائج وسرد الحقائق، فاجتمعنا اليوم وفاء بالعهد ولنعلن للشعب المصري أين كنا، ماذا حققنا، وكيف أصبح واقع الحال. ودائما نستفتح بالذي هو خير، القرآن الكريم، آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. نبدأ وقائع مؤتمرنا بدعوة السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل للتفضل بتقديم كلمته وعرض الحكومة حول الموقف الحالي لإزالة التعديات على أراضي الدولة. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السادة الوزراء والمحافظون، السيدات والسادة الحضور، كل عام وحضراتكم جميعا بخير ومصرنا بعزة وقوة وازدهار. إن لقاءنا اليوم يرتبط بموضوع يمثل أحد أهم التحديات التي تواجهها الدولة المصرية في الوقت الحالي، وهو التعدي على الأراضي، وهي ظاهرة استشرت على مدى عشرات السنين الماضية. ولا شك أن الحفاظ على الأراضي الزراعية يمثل أحد دعائم الأمن القومي المصري، فهي ثروة مصر الحقيقية، ومن خلالها يتم توفير الجانب الأعظم من احتياجات الشعب المصري من الغذاء. وتآكل الأراضي الزراعية يعني المزيد من الاستيراد للغذاء من الخارج وما يحمله ذلك في طياته من تأثيرات سلبية على الأمن القومي المصري. كما أن التعدي على الأراضي الصحراوية بشكل عشوائي ودون دراسات فنية واقتصادية متعمقة من شأنه التأثير سلباً على مخزون المياه الجوفية وعدم تحقيق الاستخدام الأمثل لهذه الأراضي وهذا المخزون،
بإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة خارج الوادي الضيق، تساهم بفعالية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، وفي إعادة توزيع السكان بالشكل الذي يخفف التكدس في الوادي والدلتا ويحافظ على الأراضي الزراعية بهما. وبالإضافة إلى ما تقدم، كان لابد من إعادة فرض هيبة الدولة على أراضيها، وهي ملك للشعب المصري كله. والواقع أن مصر مرت بفترة زمنية تأجل فيها اتخاذ القرارات المهمة لحل المشاكل، إلى أن تفاقمت هذه المشاكل وأصبحت مزمنة، وأصبح التوصل لحلول ناجحة لها يحتاج إلى جهود كبيرة ووقت وتكلفة مرتفعة. ويمثل الحفاظ على أراضي الدولة أحد هذه المشكلات، وما كان للقيادة السياسية والدولة بكل أجهزتها أن تترك هذا الوضع دون البحث عن حل حاسم له. السيد الرئيس، السيدات والسادة الحضور، إن المواجهة هي سمة هذه المرحلة، والمواجهة تتطلب اتخاذ قرارات صعبة ومصيرية طالما تأجلت لسنوات عديدة. ومن أيام قليلة مضت أطلقتم سيادتكم قراركم الصائب باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاسترداد أراضي الدولة المغتصبة واسترداد حق الشعب على هذه الأراضي. وتنفيذا لقراركم سيادة الرئيس، تم تكليف السادة المحافظين بتشكيل قوة عمل تشارك فيها جميع أجهزة الدولة المعنية. ولقد بدأت قوة العمل في أداء مهامها في كل المحافظات ومدنها وأحيائها المختلفة ومراكزها وقراها، مدعومة بإصرار قوي من سيادتكم ومؤيدة من الحكومة وبحماية ومؤازرة من وزارة الداخلية ومديريات الأمن وقواتنا المسلحة الباسلة وهيئة الرقابة الإدارية وكل جهات الولاية على الأراضي. انطلقت كل قوى إنفاذ القانون، فحققت في أيام معدودة وبفضل الله إنجازا وخطوة إيجابية على مسار استعادة حقوق الشعب المصري على أراضي الدولة. ولقد بلغ إجمالي التعديات الخاصة بالبناء والتي تم حصرها حوالي 168.5 مليون متر مربع، ويبلغ إجمالي ما تم إزالته من التعديات وما هو جاهز لتقنين الأوضاع حوالي مساحة 118 مليون متر مربع، وبنسبة 69% من إجمالي مساحة التعديات. وفيما يخص التعديات على الأراضي بالزراعة والتي تم حصرها، فقد بلغ إجمالي مساحتها حوالي 1,930,000، وبذلك يكون إجمالي الإزالات وما هو جاهز للتقنين الأوضاع حوالي 1,700,000 فدان، وبنسبة 87% من الأراضي التي تم حصرها. وتمثل الحالات المتبقية مناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة ومساحات مرفوع بشأنها دعاوى منظورة أمام القضاء، أو مناطق استخدمت كمقابر، ويتم حاليا دراسة البدائل المناسبة للتعامل معها. السيد الرئيس، السيدات والسادة الحضور، إن الذي تحقق من جهد وعمل وإنجاز في ملف من أهم وأصعب الملفات لا يستوجب منا جميعا اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان استمرار قوة الدفع وعدم السماح مطلقا بالعودة إلى الوراء. ومن أجل ذلك، فإن المرحلة الحالية والمقبلة سوف تشهد اطلاع السادة المحافظين بدور أكبر وبذل جهد متواصل من أجل حماية أراضي الدولة من التعدي وعدم السماح بأي تعديات جديدة والاستمرار في إزالة أي تعديات قائمة، وأيضا العمل على التوازي في تقنين الأوضاع للأراضي المستوفاة للاشتراطات الفنية والقانونية، ويشمل ذلك أن تكون الزراعات والأنشطة جادة وحقيقية، وأن يتاح لها مقنن مائي، وألا تتعارض مع أنشطة الجهات صاحبة الولاية أو مع القوانين السارية، وأن يتم استيداء حقوق الدولة المالية بشأنها. ولقد تم البدء في اتخاذ الإجراءات التنظيمية والتنفيذية، ويتمثل ذلك في تشكيل لجنة على مستوى المحافظة وبرئاسة السيد المحافظ تكون معنية بتوفيق وتقنين أوضاع الأراضي المتعدى عليها
والمستوفية لضوابط وقواعد التقنين. وهذه اللجنة من ناحية أخرى مكلفة بالمحافظة على أراضي الدولة، سواء التي تم إزالة التعديات عنها أو غيرها، وحمايتها وتنظيم تقنين أوضاعها. وفي إطار ما تقدم، أتوجه بالشكر للجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة السيد المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية على الجهد المبذول من جانبها، وعلى التنسيق المستمر مع كل الأطراف للعمل على تحقيق النتائج المرجوة. وأتوجه بالشكر أيضاً للقوات المسلحة وقوات الأمن لمشاركتهم الفعالة في تنفيذ وتأمين أعمال إزالة التعديات. إن العمل لن يتوقف سيادة الرئيس عند هذا الحد، بل سوف نستمر في تكثيف الجهود لاستكمال أعمال حصر وإزالة التعديات على أراضي الدولة، والعمل على التوازي في تقنين أوضاع الأنشطة الجادة والمستوفية للاشتراطات في المناطق التي تم حصرها، ومن المخطط الانتهاء منها في خلال فترة 6 أشهر إن شاء الله، وكذلك الانتهاء من التعديلات التشريعية المطلوبة لضمان الحفاظ على أراضي الدولة والحد من التعديات بتغليظ العقوبات، وأيضا وضع الآليات اللازمة لضمان سرعة التحرك لتقنين الأوضاع واستيداء حقوق الدولة، وكذلك مراجعة التشريعات القائمة فيما يخص التعامل مع التعديات على البحيرات ومع مخالفات البناء. ونستهدف الانتهاء من هذه التعديلات التشريعية خلال 3 أشهر وعرض ما يتم الانتهاء منه تباعا على مجلس النواب. سيد الرئيس، لقد انطلقت القدرات وتحققت هيبة الدولة، ووقف معنا المواطنون من كل الفئات حفاظا على ثورة مصر. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر، وأن يلهمكم ويلهمنا جميعا التوفيق والسداد، ويكلل مسعانا بالنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا دولة الرئيس. إجماع من أهل الرأي على أن قوة الأمة تكمن في عناصر 4: جودة تعليمها، ونزاهة قضائها، وحسن اختيار قادتها، ومحاربة الفساد على كل مستوى. السيد الوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية يتفضل بعرض ما لديه بشأن إزالة التعديات على أراضي الشعب. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السادة الحضور، أبناؤنا من شباب مصر وأملها الواعد، نحن أمام وطن قرر أن ينهض، وطن قررت قيادته أن لا تقبل أنصاف الحلول وأن تواجه الحقائق دون خداع أو مواربة، وطن وعى شعبه الحقيقة كاملة، وشاهد الأخطار محتقة فقرر أن يتماسك وأن يحافظ على نسيجه وسط بحر التحديات. قطار الإصلاح انطلق ولن يتوقف، فقد صدقت النوايا واشتد العزم. سيادة الرئيس، منذ أطلقت صيحتك الوطنية في 14 مايو الماضي لاستعادة أملاك الشعب لصالح الشعب، وفرض هيبة القانون على كل من سولت له نفسه أن يحوز أرضاً أو سكناً لا حق له فيه، وأيضاً أن تشرع الدولة في تقنين أوضاع كل من هو جاد مثابر زرع أرضاً أو بذل جهداً فأضاف ثمراً ينفع شعباً ووطناً. ففي وقت قياسي اتحدت إرادة رجالك من أبناء الوطن ونفذت المهمة بكل عزم وهم، فعادت للوطن أرضه وعاد للشعب حقه. واليوم سيادة الرئيس نعرض على سيادتكم وعلى شعب مصر تقييم نتائج أعمال استعادة أراضي الدولة خلال الفترة من 16 حتى 31/5
2017. اولا، بلغ اجمالي ما امكن حصره من المساحات المتعدى عليها على مستوى الجمهوريه وبكافه جهات الولايه 1,928,000 فدان، زائد 168 مليون متر مربع تم استرداد مساحة 919,458 فدان، بخلاف مساحة 771,000 فدان أراضي منزرعة ومثمرة مقدم عنها طلبات تقنين بنسبة إنجاز إجمالية قدرها 87% من إجمالي التعديات. أيضا تم استرداد مساحة 53 مليون متر مربع، بخلاف 65 مليون متر مربع مقام عليها مباني مأهولة ومقدم عنها طلبات تقنين بنسبة إنجاز إجمالية قدرها 68% من إجمالي التعديات. وعلى ذلك فإن ما لم يتم استرداده مساحة 236,997 فدان بنسبة 13%، زائد 49 مليون متر مربع بنسبة 23% من إجمالي المساحات محل المهمة. وبالنظر إلى موقف جهات الولاية يتبين تحقق النتائج الإيجابية الآتية: بالنسبة لمشروع 1.5 مليون فدان، فقد تم إزالة كامل التعديات الواقعة على المرحلة الأولى، بخلاف النظر في تقنين مساحة 65,000 فدان لكونها منزرعة ومستصلحة وجاري فحصها بمعرفة شركة الريف المصري. بالنسبة لأجهزة المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، تم استرداد 15,395 فدان، منها 1,200 فدان بالقاهرة الجديدة، ويتطلب الأمر إعادة تخطيطها للاستفادة منها طبقا لخطة المشروعات القومية والإسكان الاجتماعي. بالنسبة للتعديات على أراضي منافع الري اللي هي نهر النيل والترع والمصارف، تم إزالة 276,647 ألف مخالفة بنسبة 63.7%، ومتبقي 157,186 مخالفة جاري إزالتها. ثانيا، فيما يتعلق بطلبات التقنين وضع اليد، فقد تبين وجود عدد كبير من طلبات التقنين المقدمة من المواطنين إلى اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وجهات الولاية المختلفة والمحافظات. ويتطلب الأمر وللأهمية القصوى إيجاد آلية سريعة للتعامل مع طلبات تقنين الأوضاع، لما يحققه ذلك من انضباط وتصحيح للعلاقة ما بين الدولة والمواطنين، ويكشف جانبا كبيرا من الاقتصاد غير الرسمي بخلاف تحقيق موارد للدولة. ويمكن اقتراح تشكيل لجنة فرعية بكل محافظة للبت في طلبات تقنين وضع اليد باستخدام نموذج تقنين معتمد يتم استيفاؤه بكل محافظة. وطبعا اللجنة العليا لاسترداد الأراضي برئاسة السيد المهندس إبراهيم محلب أعدت هذا النموذج وموجود، والمفروض أنه هو يرسل لكل محافظة، وكل محافظة تبدأ تشد حيلها في هذا الموضوع، وطبقا للإجراءات القانونية هتملى هذا النموذج وتقدمه وتعتمده وتقدمه للجنة العليا لاسترداد الأراضي بحيث أنها تنهي هذا الموضوع. أيضا هناك اقتراح أن يتم سداد نسبة تحت الحساب من كل مواطن تمت الموافقة على تقنين أرضه في حساب حق الشعب، وبرضو المهندس إبراهيم محلب له تجربة سابقة وبدأ يشتغل في هذا الموضوع، وده هيسرع بإنهاء هذه الإجراءات. أيضا لابد من النظر في إعداد مشروع قانون يتضمن توقيع عقوبة الغرامة والحبس الوجوبي للمتعدي على أملاك الدولة، وكذا مصادرة التعدي من المنشآت والمعدات. أيضا فإن الوضع يحتم ضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة لاكتشاف ورصد التعديات فور وقوعها، والبعد عن الاعتماد على العنصر البشري في أعمال الرصد والحصر والتقييم. ولابد من قيام جهات الولاية بوضع خطة للأسلوب الأمثل لاستغلال الأراضي غير المستخدمة
خاصة التي تم إزالة التعديات عليها بالبيع أو في تنفيذ مشروعات خدمية أو قومية، كما يتطلب الأمر تحصيل تكلفة الإزالات والغرامات المستحقة عليها من المتعدين طبقا للقانون خلال فترة زمنية محددة أسوة بإجراءات إزالة التعديات. كما لابد من إيجاد آلية مناسبة تمكن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية من حصر التعديات على الأراضي المملوكة لها بكافة محافظات الجمهورية، خاصة بعدما تبين من وجود قصور واضح في تحديد وحصر تلك التعديات، خاصة مع عدم استخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية في حصر تلك التعديات. وأخيرا يجب تحديد فترة زمنية أخرى للانتهاء من تنفيذ أعمال الإزالات المتبقية. وأخيرا فإنني أؤكد لسيادتكم أنه تم تنفيذ تكليفكم بكل الدقة والأمانة، ولم يتم التفرقة بين مواطن وآخر، فالجميع سواء أمام القانون. كما أؤكد أنها لم تكن حملة لإزالة التعديات بقدر ما كانت حملة لتقنين الأوضاع وفرض هيبة وسلطة القانون وإعادة العلاقة ما بين الدولة والمواطنين إلى مسارها الصحيح للوصول إلى مجتمع سوي منضبط يحصل فيه كل مواطن على حقوقه كاملة، كما يؤدي ما عليه من التزامات كما رسمها الدستور والقانون. شكرا لكم. السيد الوزير الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية يقدم عرضا تفصيليا بالأرقام عن حجم الجهد الذي تم في سبيل استرداد أرض الدولة والموقف الحالي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، السادة الحضور، أتشرف بتقديم ما قام به زملائي السادة المحافظين وما قامت به حكومة السيد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء الموقر بشأن تكليف باسترداد التعديات على أراضي الدولة. وقد صدرت توجيهات سيادتكم وبدأت المرحلة الأولى من إزالة التعديات واسترداد الأراضي الدولة اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 17 مايو 2017، وقد أعدت ونفذت خطط تنفيذية وحملات على مستوى محافظات الجمهورية برئاسة السادة المحافظين وبتواجد مندوبي الجهات المعنية وممثلين لشباب مصر والأجيال القادمة أصحاب الحق في أصول مصر وأرض مصر. وتم تأمين أعمال هذه الحملات بقيادات ورجال من الشرطة المدنية وقواتنا المسلحة الباسلة. واسمحوا لي سيادة الرئيس أن أهني سيادتكم وقواتنا المسلحة والشعب المصري في عيد العاشر من رمضان، يوم العزة والكرامة ويوم استعادة الأرض. وقد شملت المحددات والضوابط التي تم مراعاتها في هذه المرحلة ما يلي: أولا، التنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد الأراضي والمشكلة برئاسة السيد مساعد رئيس الجمهورية. ثانيا، التأكيد على عدم المساس بالأراضي المنزرعة زراعات جادة والموافقة على توفيق الأوضاع لكل من يستوفي الإجراءات القانونية والمالية. ثالثا، التأكيد على حماية واحترام الملكيات الخاصة والتراخيص القانونية. رابعا، فتح الباب للتقدم لتوفيق الأوضاع لكل الجادين في المحافظات. خامسا، إزالة المباني والأسوار على الأراضي المتعدي عليها.
سادسا مراعاة البعد الاجتماعي في التجمعات السكانية المأهولة بكثافات سكانية كبيرة والمنشأة على أراضي الدولة، وجاري دراسات التعامل معها وتقنين أوضاعها. وفي إطار إزالة التعديات فقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات، بدأت بحصر جميع الأراضي المعتدى عليها بجميع المحافظات، وقد وصل إجمالي حالات التعدي إلى 289 ألف حالة، تصل إجمالي مساحتها إلى ما حوالي 1.9 مليون فدان و169 مليون متر مربع. وفي التوقيت المحدد تم تعبئة جهود أجهزة الدولة جميعها، وتم استرداد تلك الأرض، وتم إزالة واسترداد 82 ألف حالة تعدي بإجمالي مساحة 919 ألف فدان أرض زراعية و54 مليون متر مربع مباني. ومن جهة أخرى وصلت طلبات التقنين الجاد لمساحات تزيد عن 772 ألف فدان و65 مليون متر مربع. سيادة الرئيس، الحمد لله على ما تم. طرحت التجربة والممارسة اتخاذ القرارات بشأن إجراءات الحفاظ على أراضي الدولة من التعديات من الآن فصاعدا، وما عاشت مصر. وكي لا تسول نفس إلى التفكير في التعدي على الأرض مرة أخرى، ومن هذه الإجراءات ما يلي: أولا، وحدة المسؤولية والقيادة في كل محافظة، وتتمثل في اسمح لي أقاطعك. حاضر يا فندم. ارجع للجدول التالي من فضلك. حاضر يا فندم. يعني هم تقريبا 1.9 مليون في 919 انتوا تم استعادتهم، وفي المفروض بقى يبقى مليون ليهم موقف مختلف. ايوه انتوا بتقولوا في 772 ايوه مطلوب ان الناس تقنن. انا افهم ان هم مطلوب تقنينهم يعني اراضي مزروعه. تمام يا فندم. اراضي ايوه مزروعه يعني ده بسرعه جدا. ايوه فندم. انا خلاص ما يعني يبقى ده تحقق الشرط اللي احنا نقنن لهم. سيادتك قلت عليه مش كده؟ ايوه طبعا. لكن في حوالي 300 ألف فدان مش موجودين هنا ولا هنا، دول ايه؟ دول اللي سيادة رئيس الوزراء وسيادة اللواء عرفان اشار ليهم، 13% اللي عليهم حالات مختلفة السادة المحافظين هيتعرضوا عليهم. يعني ولاية مثلا للآثار اكتشف عليها بمنطقة مقابر، ولاية اخرى فيها مشاكل تعديات عشوائيات الى ده اللي اشرت له انه بيتم التعامل معه. يعني تم عمل بناء على الاراضي دي؟ هناك يعني مشاكل على الاراضي دي جاري دراستها وعرضها. طيب الاراضي المباني نفس الكلام. تمام يا فندم. 54 مليون يعني اقل من 50% من الاراضي المباني. طب ال 35 65 مليون اللي هنقننها دي اراضي مباني، يا مبني عليها يا مش مبني عليها. ايوه. لو مش مبني عليها يبقى المفروض ان الاراضي دي تنزع مره ثانيه، او ترجع مش تنزع، تعود مره ثانيه الى الدوله، مش كده؟ ايوه فندم. طب موقفها ايه؟ دي عليها اشارات يا فندم، دي عليها مباني. حاضر. يعني عليها لو فاضيه بترجع. يعني احنا عندنا 65 مليون متر أراضي تم الاستيلاء عليها والبناء عليها. للأسف. أيوة يا فندم. أنا لما بتكلم في النقطة ديت معلش أنا بنوضح النقطة ديت لكل الشعب المصري، وبنقول إن إحنا لما اتحركنا التحرك ده وانفعلنا عليه ما كانش نابع من يعني غضبة كده، لأن السيد المساعد المهندس إبراهيم محلب شغال في الموضوع ده بقاله أكتر من سنة، مش كده؟ كويس. وبيبذل جهد كبير جدا عشان يقنن أوضاع أو عشان يستعيد أراضي مستولى عليها.
سواء كانت أراضي زراعية أو أراضي بناء. خلال السنة نتيجة حاجات كتير قوي ما قدرناش نحقق إنجاز كبير. من خمس شهور تم تكليف الشرطة والقوات المسلحة بأن هم يساعدوا في استعادة الأراضي دي، والكلام ده ما تمش، ما تعملوش حملة إعلامية كبيرة عشان يعني الإجراءات تمشي، لكن الجهد اللي اتعمل ما كانش كافي أمام حجم التحدي، مش التعدي، التحدي، لأن التعدي في النهاية هو تحدي للدولة في النهاية تستعيد. مش هنقول ليه احنا وصلنا لكده، لكن هنقول ان بقى فيه تحدي عايزين نحله ننهيه. انا عايز اقول للمصريين اللي يشوفوني، وفي كتير من الناس يقولك ايه، بلاش يا فندم تتكلم في الارقام والاموال عشان الناس بتتصور ان احنا لما نقول ان احنا هناخد نقنن اوضاع 65 مليون متر يبقى احنا هناخد ارقام هائلة. مش كده الناس بتبقى خايفة ان احنا ندي للناس امال، الشعب المصري اللي بيسمعنا، امال وطموحات يعني مش في محلها. لكن انا عايز اقول للمصريين، مش قيمة الارض دي كام، 65 مليون ابدا. انا عايز اقول للمصريين ان الدولة بقت مسؤولة عن عمل مرافق لل 65 مليون وهي مش مخططة لكده. مش هقول انا كنت هاخد ايه لو انا اديتهم للناس وخدنا اموال تساهم في ظروفنا الصعبة، لا، هقول ان يبقى مطلوب مني دلوقتي ان انا ادخل على 65 مليون دول واعمل لهم مرافق يعني شوارع وبنية أساسية بتاعتها، يعني صرف صحي، يعني مياه شرب، يعني كهرباء، مش كده، ويعني خدمات أخرى، مستشفيات ومدارس وخلافه. لو أنا قلت إن أنا محتاج أعمل الكلام ده لل 65 مليون، أنا بقول للي بيسمعني وقلت إن أنا هحط 1000 جنيه في المتوسط على المتر، يعني أنا عايز 65 مليار جنيه عشان الناس اللي عايشة على ال 65 مليون متر دول، لو كان ده الواقع اللي موجود اقدر اوفر لهم شكل مناسب، شكل حياه مناسبه. انا اتكلمت في حاجه تانية خالص، مش ان انا بقول ان انا يعني احصل اموال الشعب، لا، انا هعمل ايه في ال 65 مليون متر دول؟ هعمل لهم مرافق ازاي عشان اخلي الناس اللي عايشه جواهم او معاهم بشكل كويس، وعشان المواطن اللي موجود ما يقولش يا ترى الدوله سايباني ليه، ده انا ما فيش كهرباء عندي، ده انا ما فيش ميه عندي، ده انا ما عنديش صرف صحي، ويم هو يبقى ناقم على الدوله، يبقى حاسس ان الدوله بتاعته مش منتبهه ليه وبتساعده كويس. انا بس حبيت اقول الكلام ده دلوقتي، لكن احنا هيبقى لينا تعليق في نهاية الموضوع. حبيت بس في البداية أقول للناس اللي بتسمعنا دلوقتي والشباب اللي ورا مني، ما تبصش للأرقام وتبص للموضوعات غير بدراسة متعمقة. كل رقم من ده بيديك دلالة تعرف منها مشكلة كبيرة جدا أنت ممكن تقابلها، مش أنا اللي بقابلها كمواطن فقط، لا، الدولة بتقابلها إزاي تحل المسألة، حتى ال 772 ألف فدان اللي بتقول عليهم. هو أنا المفروض مش دول لو بيزرعوا أنا أوصل لهم بطرق عشان المنتجات بتاعتهم تصل للأسواق المصرية، مش كده، أو حتى الأسواق الخارجية؟ طب ده معمول ولا مش معمول؟ وهلما جرى حاجات أخرى بقى خاصة بالصرف والكهرباء والحاجات اللي تخليها تشتغل بشكل كويس. أنا لازم أعترف إن إحنا وإحنا بنعمل الإجراءات دي في بعض التجاوزات في الموضوع، حماس ممكن يعني تضارب أو تداخل ممكن، لكن إحنا لما يجي السادة المحافظين يعرضوا هيخرجوا يقفوا مكان دكتور هشام، كل محافظ ورا منه لـ20 شاب وشابة اللي هم كانوا موجودين معاهم، لان انا هيهمني قوي ان الناس في مصر
والناس في المحافظات تعرف ان الموضوع ما كانش على قد المحافظ ومدير الامن وقائد الجيش او المنطقة العسكرية اللي موجودة فيها. لا، انا لما قلت للشباب يكونوا موجودين ده مش لا، انا بقول لك انت تعال معايا او تعال معانا وتحمل المسؤولية، واللي انت هتقوله لي انا هعمله لك. اللي انت يا شاب او يا شابة بعد ما شفت الواقع على الارض هتقولوه لي انا هنفذه. هنفذه لان دي مش حاجتي ومش حاجتنا، دي حاجة اولادنا واولاد اولادنا وحاجتكم. محدش ابدا ياخدها مننا بدون وجه حق. وبرضه في نفس الوقت لازم نعترف ان الدولة ما كانتش تخطيطها خلال سنين طويلة، ولازم نعترف خلال السبع سنين اللي فاتوا ما كانتش مع دولة رئيس زعلان. يعني خلال السبع، ما هو السبع سنين دول برضه انت داخل فيهم يعني. فخلال السبع سنين اللي فاتوا احنا ما قدرناش بصراحة نعمل تخطيط يحل المسألة. عايز أرض نديك، عايز مباني نديك أرض مرفقة وصلها الشوارع. وبرجع أقول لكل الناس اللي بتسمعني دلوقتي، عرفتوا ليه احنا كنا بنجري على بنية أساسية ضخمة وسريعة؟ ليه؟ عشان أنا كنت وأنا بعمل وبفكر المهندس إبراهيم، إن احنا قلنا بمجرد ما نعمل التخطيط للطرق دي اعملوا دراسات للأراضي المشرفة على هذه الطرق عشان نطرحها للناس. ناس عايزة تعمل يبقى فيه تخطيط دولة ونطرح هذه أراضي زراعية نطرحها، دي أراضي مباني ومدن نطرحها. تفضل يا فندم. شكرا. ومن هذه الإجراءات ما يلي: أولا، وحدة المسؤولية والقيادة في كل محافظة وتتمثل في السيد المحافظ. ثانيا، أن تكون الأراضي التابعة لجهات الولاية تحت الإشراف الكامل للسادة المحافظين. ثالثا، أن توضع آلية لمتابعة وحماية أملاك الدولة دوريا. رابعا، أن يتم تعديل القوانين وإدخال عقوبات رادعة. خامسا، سرعة الانتهاء من تقنين الأراضي للجادين. سادسا، سرعة الانتهاء من مخططات الامتداد العمراني. سابعا، استكمال وتوحيد بناء قواعد المعلومات الجغرافية للأراضي في مصر. وثامنا، التنسيق بين ما يتم على مستوى المحافظة ولجنة استرداد الأراضي. وأخيرا وليس بآخر، أستاذن سيادتكم سيادة الرئيس في أولا توجيه التحية للحكومة ورئيسها والمحافظين ولقواتنا المسلحة والشرطة ولجنة استرداد الأراضي على الجهد الوطني المبذول لاستعادة أرض مصر لأهل مصر وأبنائها والأجيال القادمة. وأتوجه بالتحية لسيادتكم في اتخاذ القرار لإعادة ما أضاعته أجيال متتالية لشعب مصر وللأجيال القادمة، ترسيخا للحق والعدل وإعلاء القانون وبناء الدولة القوية. حفظ الله كل عقل ويد تسعى لخير مصر، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا للسادة المتحدثين، السيد وزير دكتور هشام الشريف والسيد وزير محمد عرفان. سيادة رئيس، سادة الحضور، سنبدأ بعرض تفصيلي لمجموعة من السادة المحافظين، 10 محافظون كنماذج لما تم على الأرض. ونبدأ بالسيد محافظ البحر الأحمر السيد أحمد عبد الله. وطبقا لتوجيهات السيد الرئيس، إذا كان لدينا شباب من محافظة البحر الأحمر يتواصلوا مع الزملاء ويعني يصلوا إلى المسرح من فضلكم.
حد هنا وحد هنا، تعالوا تفضل. يلا يلا اسرع. خلاص بعد اذن سيادتك فندم. انا بس قبل ما تبداوا تتكلموا، الشباب اللي موجود بتوع البحر الاحمر، بصراحه انتوا راضيين على كل اللي اتعمل خلال ال 15 يوم اللي فاتوا؟ طب بس قولوا لي قال اول. السلام عليكم فندم. وعليكم السلام. طيب، رامي رفت النجار، محافظه البحر الاحمر. كل سنه طيب. انا ببعث لحضرتك رساله حب وتقدير وشكر من شباب محافظه البحر الاحمر. احنا كنا متواجدين مع معالي السيد المحافظ على ارض الواقع من البدايه التوعويه حتى الوجود مع الساده ورؤساء المدن اثناء عمليات استرداد الارض اللي هي حق الشعب اللي حقنا كلنا، ودي كانت سعاده كبيره جدا ان احنا حسينا ان احنا بنجيب حقنا بايدينا. شكرا عليك على هذه المبادرة الجميلة. لا مش المبادرة الجديدة، انتم حاسين كشباب كلكم بنفس الاحساس اللي بيقولوا رامي فندم. رامي حد مختلف؟ لا يا فندم. لا صحيح. طيب ماشي، اتفضل ست لوحة. اولا انا بشكر سيادتك فندم لتوجيه الدعوة لابنائي وبناتي شباب محافظة البحر الاحمر، انهم هيقفوا جنبي مني هنا وانا بنعرض على سيادتك استرداد حق الشعب وإزالة التعديات اللي تمت في محافظة البحر الأحمر. هستأذن حضرتك فندم. اولا في عجالة فندم، محافظة البحر الأحمر مساحتها الكلية 118500 كيلومتر مربع، بيقطنها 533163 نسمة. المحافظة بتمتد على ساحل البحر الأحمر من الزعفرانة شمالا وحتى قرية راس حدربة على خط عرض 22 جنوبا بطول 1080 كيلومتر. ده تطلب مننا بعد صدور توجيهات سيادتك بإزالة التعديات ان احنا عملنا خطة ربط الأعمال بالتوقيتات نظرا لكبر المسافات ما بين المدن، وأيضا وقوع الحدود الإدارية لمحافظة البحر الأحمر في النطاق التعبوي للجيش الثالث الميداني بمسافة 230 كيلومتر شمالا، وباقي المحافظة في النطاق التعبوي لقيادة المنطقة الجنوبية العسكرية. تم حصر الأراضي المتعدى عليها في نطاق المحافظة، طلع إجمالي حالات التعدي 1959 حالة متمثلة على تعديات على الأراضي الزراعية، ثم تعديات على أراضي فضاء تستخدم لأغراض البناء أو لحيازة هذه الأراضي بغرض الاتجار بها مستقبلا، كانت مساحتها 1,400,000 متر مربع. تم تشكيل مراكز العمليات على مستوى المحافظات، تم وضع توجيهات سيادتك بحيث الحفاظ على الملكية الخاصة للمواطنين. مفيش أي إنسان يخرج من سكنه أيا كان هو متعدي، ولكن سوف يقنن وممكن نستهدفه في المشروعات التي تدم على مستوى الدولة كتحسين الحالة السكنية لي من خلال صندوق تطوير العشوائيات. وأيضا لا نزرع لأي نبات، ولكن الإزالات لمن يستحوذون على الأرض بغرض الاتجار بها. تم تنفيذ الحملة اعتبارا من يوم 18، وكان عندنا محدد رئيسي ان مركز الأزمة في هيئة عمليات القوات المسلحة بالتنسيق لتنفيذ حملة المداهمة لاستعادة مناجم الذهب التي كانت تستباح
بالتنقيب العشوائي عن الذهب. هذا الموضوع تطلب منا ان احنا في خلال 3 أيام في محافظة البحر الأحمر يجب أن نصل إلى نسبة تنفيذ أعلى من 90% حتى يتم إعادة تمركز القوات من شمال البحر الأحمر إلى جنوبه في منطقة القصير ومرسى علم استعداداً لتنفيذ إزالة التعديات عن مناجم الذهب فجر يوم الأحد 22 مايو 2017. لو استعرضنا حالات التعدي بالتفصيل هنلاقي ان الاراضي المباني كان عدد حالات التعدي 1948 حالة على 1.4 مليون متر، حالات الاراضي الزراعية 11 حالة نتيجة خصوصية البحر الاحمر وقلة الموارد المائية. يتضح ان ليس هناك تعديات لغرض الزراعة على مساحات كبيرة. البيان اللي موجود حاليا على الشاشة أمام سيادتك ده المساحات الفضاء، كان عندنا 1948 حالة بمساحة 1.4 مليون متر مقسمة على مدن المحافظة. تفضل. حالات التعدي كلها الأراضي الزراعية متمثلة في مدينة الغرداه 11 حالة 3200 فدان. تفضل. بمجرد تنفيذ الحملة وحتى يوم 30/5 تم تنفيذ الإزالات الآتي. نقولنا أن إجمالي حالات الإزالة حالات التعديات 1959 حالة، منهم 1948 حالة بمساحة 1.4 مليون متر، تم إزالة 1707 حالة بمساحة 1.3 مليون متر بنسبة تنفيذ 93%. يتبقى 241 حالة بمساحة 100,000 متر بنسبة 7%. ودي البيوت اللي كانت موجودة، كان بيتعمل البيت قدامه حوش 2000 متر، تم إزالة الحوش. حاليا أصدرت القرارات بتشكيل لجان لتقنين وضع هؤلاء السكان، وإن شاء الله وبالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة سيتم اتخاذ الإجراءات لتقنين الأوضاع حتى يتم استقرار المواطن واسترداد حق الدولة في هذه الأراضي. بالنسبة للأراضي الزراعية 11 حالة 3200 فدان، تم تنفيذ الإزالة لسبع حالات ب 3100 فدان، نسبة التنفيذ 97%. يتبقى فقط 4 حالات إجمالي مساحتهم 100 فدان بيمثلوا 3%، وينطبق عليهم أيضا دراسة تقنين أوضاع المائة فدان. إذن محافظة البحر الأحمر بنقول أن 1959 حالة تم تنفيذ الإزالة على 1714 بالنسبة للمباني و245 إجمالي. لو دخلنا حسبنا المتوسط هنلاقي أن إجمالي التنفيذ يصل إلى 95.3%، والباقي جاري دراسة تقنين حالته وبالتعاون مع اللجنة العليا لاسترداد حق الشعب. بعده اعتبارا من مساء يوم 21 مايو تم تحرك القوات من مدينة الغردقة والتمركز في مدينة مرسى علم، قوات الأمن البحر الأحمر وعناصر القوات المسلحة من المنطقة الجنوبية العسكرية. تمت المداهمة فجر يوم 22 مايو تم إلقاء القبض على 218 فرد من الذين يقومون بالتنقيب العشوائي عن الذهب.
هذه خامات وتلك معدات كانت تستخدم في التنقيب العشوائي، وهذه العربات تم ضبطها، عدد 22 عربة دفع رباعي وأنواع مختلفة. هذه بقايا المعسكرات التي كانوا يقيمون فيها، دي فتحات أو فوهات المناجم سيادة الرئيس. احنا بدأنا مباشرة اعتبارا من يوم 23 كلفت شركة المقاولين العرب للقيام بالأعمال الإنشائية لغلق هذه الفوهات وتأمينها بدوريات مشتركة من حرس الحدود ومديرية أمن البحر الأحمر حتى لا يتمكن من تسول له نفسه أن يصل إلى هذه الأماكن ويعيد التنقيب العشوائي مرة أخرى. وبذلك تم الحفاظ على منطقة بمساحة 700 كيلو متر مربع بهم 7 مناجم رئيسية للذهب كان يتم استنزافهم بالتنقيب العشوائي. بالتنسيق مع السيد مساعد رئيس الجمهورية تم عرض مناقصة لست مناطق لشركات للتنقيب على الذهب وهم في الإجراءات النهائية، وأيضا لدينا 11 موقع جاهزين للطرح في مناقصات عالمية، وبذلك نكون قد استرددنا حق الشعب في ثروته المعدنية المتمثلة في خام الذهب في محافظة البحر الأحمر. أي أوامر فندم؟ سيد ليو أحمد، أنا هسأل بس، فضل هل فضل. أي جهات ولاية أخرى زي وزارة الزراعة زي وزارة السياحة، أي أنت تأكدت أن ما فيش حد من هذه الوزارات في تعديات على أراضيه؟ يعني أنا ممكن أفهم أن التعديات دي كانت داخل نطاق أو داخل نطاق المحافظة لكن للأراضي اللي أنت بتاعة المحافظة يعني، لكن النهاردة لو في للتنمية السياحية للتنمية الزراعية لأي وزارة أخرى أراضي للتنمية العمرانية بتاعت وزارة الإسكان، لو أنت قلت لي لا كل الأراضي اللي داخل نطاق المحافظة تمام، هيبقى احنا كده فعلا نجحنا في البحر الأحمر إن احنا نرجع كل الأراضي وتبقى كده مفيش عندي مشكلة. لو في أراضي لوزارات أخرى الولاية بتاعتها لهذه الوزارات وما عندناش خبر بيها أو ما نسقناش ليها أو ما استعدناش، يبقى احنا لسه ما كملناش المهمة. الإجابة، الإجابة فندم، كان هناك 208,000 متر ضمن المساحة 1,400,000 متر ولاية هيئة التنمية السياحية يقع في نطاق أو النطاق الإداري لمدينة سفاجة، تم إزالة التعدي عليهم وتسليمهم إلى هيئة التنمية السياحية. بالإضافة أن مناجم الذهب دي ولاية هيئة الثروة المعدنية، قامت القوات المسلحة ومديرية الأمن ومحافظة البحر الأحمر بإزالة كتل التعدي وتسليم هذه الأرض بهيئة الثروة المعدنية، ولكن أستاذن سيادتك إحنا القائمين على حراستها في هذا الوقت. طيب أنت كده خلصت كلامك، تفضل. في حد من الشباب أو الشابات عشان ما حدش يزعل عايز يقول حاجة، عايز يقول فكرة، عايز يقول رأي؟ حاضر، بس خلي بالكم احنا ما جبناش كل المحافظين النهاردة عشان اخد فرصة معاكم ان انتوا تتكلموا، بس احنا لو انا قلت ادي فرصة للعشرين يبقى احنا عايزين على الاقل لكل واحد دقيقة يبقى 20 دقيقة، لو كلمنا في 9 محافظات النهاردة يبقى بس ليكم 180 دقيقة. لكن انا عايز اقول ايه، اكيد انتوا خلال نقاشكم في الفترة اللي فاتت وملاحظاتكم بقى لكم رأي جامع. رأي جامع يعني ايه؟ انتوا متفقين عليه، شايفين دي نقطة يمكن طرحها، رأي ممكن يتخد به، لأن كل محافظة بالمناسبة ليها خصوصيتها، يعني البحر الأحمر ليه خصوصيته، وحتى والسيد المحافظ بيتكلم على مناجم الذهب، أنا عايز أقول له وأقول لنفسي ما الناس اللي موجودة هناك ديت عشان بس تبقى الأمور واضحة لكم كلكم، أو ممكن يكون إحنا مش عايزين ثروات مصر تستنزف، لكن كمان الناس اللي بتاكل عيش عايزين نشوف لهم حل. ما ينفعش نقول دي يعني، ما الناس هتلبي وثابت،
طب انت يعني لا انت اديتني فرصة ان انا اشتغل ولا انت كمان عايز تاخد حق، ما تحط نظام وتحط قواعد لشركة لطرح مش طرح مش كده، عشان الناس اللي كانت موجودة بتاكل عيش ديت تستمر. هو النهاردة في يعني هم عملوا منظومة، المنظومة دي احنا مش عارفين نعملها. هم عملوا ايه؟ مش كده؟ هم عملوا منظومة بدليل ان هم حد يجيب النهاردة 22 عربية وبيفتح بيت وبيصرف وشاف انا بيت بوتاجاز وحركة واكل وشرب وبيت بيصرف، يبقى في حاجة اتعملت نجحت معاهم احنا مش عارفين نعملها وتنجح معنا. ده كلام ما احنا لازم نكون واحنا قاعدين مع بعض كده بنتكلم كلام لمصلحتنا كلنا. انا عايزهم يشتغلوا وعايز البلد تاخد حقها، هم يستفيدوا والبلد تاخد حقها، لان البلد ده مش حقها مش بتاعها، ده بتاعكم كلكم، هيعود عليهم هم كمان. لو احنا نعرف نعمل نظام وآلية تتناسب مع الواقع ده، يعني تقول لي هطرح اراضي او هطرح مناجم للشركات، طب انتوا كده بتتكلموا في سنه بقى مش كده، بتتكلموا في سنه. فانا في كلام هنقوله برضو في اخر الكلام، ان المحافظ انا بدي له فرصه، ده هو رئيس هناك، المحافظ هو رئيس هناك. يعني ايه رئيس؟ يعني لا، وانا كنت دايما اقول لكم كلموني بالتليفون وحد يقول لي حاجه، عمري ما حد كلمني ما اعرفش ليه، والله العظيم ما حدش كلمني حد يقول لي حاجه، حد يقول لي حاجه، ما فيش غير يعني واحد ولا اتنين ولا ثلاثة حتى. لكن نقطة زي اللي انتوا بتتكلم فيها دي، مع كل التقدير للإجراء اللي انا بشكركم عليه، لكن طب ما الناس دي ليها بيوت مفتوحة دلوقتي، حاضر، بيأكلوا منين؟ ما انا عارف أستاذ صدق؟ لا يعني خلاص، ما انا حاضر يعني، بس قلت دي عشان قلت للشباب لو عايزين يقولوا حاجة انا منتبه واحنا منتبهين لبعضنا البعض، لكن عايز رأي منكم. انا كنت ماشي وانا رايحين نفتح ميناء سفاجة كده، فوانا ماشي بالطيارة من فوق لقيت المحافظة بيوت كده، فلما نزلت قلت اللي هو احمد خير، يعني احنا مش عارفين نعمل تخطيط عمراني وننفذه، ورحت قايل للسيد وزير الاسكان ساعتها من فضلك التخطيط العمراني للمحافظات السياحية يبقى عامل مشترك بينكم وبين المحافظة حتى لا نرى ذلك، حتى لا نرى العشوائيات دي تاني. وبقول تاني لينا لا احنا عايزين نسبق الناس ونبني للناس، بحيث ان هم يبقى دايما مجتمع متكامل متحضر في كل الخدمات اللي هم عايزينها والناس تعيش كويس. فعايز اسمع من الولاد الشباب اسف او الشابات اللي عايزين يتكلموا بعد اذنك. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، منى بغدادي. في البدايه انا بشكر حضرتك على اللقاء القيم ده اللي ادانا الفرصه ان احنا نشارك براينا، وبشكر طبعا كل الساده المحافظين على الجهد الجبار اللي قاموا بيه في استرداد حق الشعب. هو في فكرة بسيطة بس صغيرة، بما ان حضرتك اديتنا الفرصة ان احنا نقولها، يعني احنا بالمتابعة من خلال المتابعة مع السيد المحافظ في استرداد الاراضي المعتادة عليها او المستولى عليها، لقينا ان احنا في البحر الاحمر في نسبة كبيرة من الاراضي، اراضي يعني استخدموها او تعدوا عليها بعض الافراد للاستخدامات اراضي زراعية، وبعض المحافظ انتجت يعني او كانت قابله للاراضي قابله للزراعه، في حين ان المحافظه يعني تقتصر على الانشطه السياحيه، فاحنا محتاجين انشطه تانية في الوقت ده، وفي شباب كتير يعني غير عاملين طبعا. فاحنا بنستاذن حضرتك لو ان هو بعد الانتهاء من استرداد حق الدوله في الاراضي دي وتقنين وضعها وتفريغها، ان هو يتم اعاده تخطيطها و طرح جزء منها للشباب، وتكون الأولوية لأبناء البلد علشان تكون يعني كجزء كمصدر للعمالة والزراعة والاستفادة منها يعني. بس شكرا.
حد تاني عايز يتكلم؟ اتفضل. محمد سويلم من البحر الأحمر. أنا بشكر سيادتك إن حضرتك رحت لنا الفرصة إن احنا نقف قدام حضرتك ونتكلم بكل صراحة. وبنشكر سيادة اللواء أحمد عبد الله بصراحة، يعني عامل مجهود جامد جدا في المحافظة بالأخص في القطاع السياحي معنا. تقريبا حضرتك هو نشيط معانا بصراحة أكتر حتى من وزارة السياحة. صدقني حضرتك بيطلع معانا في كل مؤتمر. طب خليك معاه هو بس. حاضر. بلاش وزارة السياحة. حاضر. أنا عندي يا فندم مقترح بسيط جدا. إحنا كمحافظة البحر الأحمر عندنا مشكلة كبيرة جدا وهي مشكلة تسقيع الأراضي. حضرتك إحنا في عندنا الأراضي المتسقعة حجمها ممكن يكون أكبر كمان من الأراضي اللي كان معتاد عليها. وديت أغلبيتها كانت أراضي تنمية سياحية. وحضرتك الأراضي دي تخدم تقريبا من 15 سنة وفي من 20 سنة. وده اللي خلى لما حضرتك كنت في الغردقة وحضرتك كنت بالطيارة لقيت إن في مساحات كتير فاضية أو في عبارة عن حاجات خرسانات ومش كاملة. وده للأسف لأن أغلبية الناس دي اتخذت الأراضي بأسعار مدعومة جدا وما أقامتش عليها المشروعات. وده بيعمل مشكلة كبيرة جدا لأن الأراضي دي أغلبيتها في أماكن كويسة ممكن تنفع في كمشاريع سياحية أو لو أعادت استردادها هتدخل للدولة أرقام كبيرة جدا أكتر من الأراضي اللي اعتدى عليها الأفراد. ودي تقريبا مشكلة كبيرة جدا أغلبية الشباب اللي احنا في السياحة بنبصلها. زائد عندنا مشكلة تانية كبيرة، يعني مقترح يعني بسيطة يعني أقول لحضرتك وأنا آسف إن أنا بطول حضرتك. حضرتك في احنا كمدينة سياحية اتعملت عشان السياحة والخدمات السياحية والحاجات دي كلها. بعد كده طلع حضرتك قوانين بتغير تخصيص الأرض وده هيخلينا إن احنا نتحول من منطقة سياحية لكتلة سكنية كبيرة جدا. احنا حضرتك يعني ياريت كل مشروع اتعمل ان هو في التنمية السياحية يبقى فندق ما يتحولش بعد كده ان هو يبقى اسكان سياحي. حضرتك بنلاحظ في الاخر ان احنا بعد فترة من الزمن بعد 5 سنين أو 10 سنين هتتحول الغردقة كمدينة جميلة للسياحة ان هي تبقى مكتظة بالسكان، هتبقى بعد كده طردة للسائح حضرتك. وانا بقترح ان احنا نشوف الأراضي المتسقعة ديت وديت بملايين الأمطار أغلبيتها مش مملوكة للمحافظة للتنمية السياحية إن هي تشوف الموضوع دوت وتشوف الأراضي اتخصصت إيه والناس ما عملتهاش ليه. لو اتخصصت بعد الثورة هو عنده حق، إنما الغالبية اتخصصت حضرتك من 17 سنة و20 سنة كمان وما اتعملش فيها أي حاجة وشكرا. لا سيبه يتكلم يعني وانا هرد عليك. كمل كلام. فدي من الحاجات اللي هي لو كان إقامة المشاريع دي قبل 2010 ما كانتش الأراضي اتخذت بشكل ان هي تتسقع او ان هي تدانية بشكل ده، كان عندنا فرص تانية ان احنا نقدر نجلب انواع تانية من السياح. كان يبقى عندنا فرص تانية ان المدينة تبقى أجمل شوية على الرغم من المجهودات الرهيبة اللي بيعملها سيادة المحافظ، لأنه بصراحة أخذ المدينة ما فيهاش لا مرافق ما فيش بنية تحتية ما فيش حاجة خالص، فإحنا بنبني من جديد ده بعد ما حضرتك أمرت إن هي تبقى مدينة عالمية. فإحنا يا ريت التنمية السياحية تبص لنا برضه وتبص في الأراضي ديت وتشوف هل الأراضي طيب طيب. يعني خليني أرد عليك وأقول لك إيه. بص الاسم تاني معلش. محمد سويلم. بص يا محمد تحت أمرك. خلينا نقول ان الاوضاع القانونية ما بنقدرش نقرب لها كتير عشان احنا زي ما بنقول عايزين نتعامل مع الامور نتعامل معاها بالقانون ودولة القانون. فلما يكون في وضع لمركز قانوني بتعاقد مستقر يصعب علينا، ما بقولش يستحيل، يصعب علينا ان احنا نتعامل معاه بشكل نقول ايه انت مالك 17 سنة او 15 وما عملتش فامشي او هناخدها منك. يا ترى العقد اللي احنا كنا عاملينه كان فيه كده يا محمد؟ لو فيه كده انت من حقك تخش وتاخد. طيب الحاجة التانية فده مش معناه ان احنا نسيب الموضوع، لكن احنا ممكن نجيب المستثمرين دول ولازم نعترف يا محمد يا سويلم
تحت امرك. ان خلال السبع سنين اللي فاتوا دول ما كانش الموضوع جاذب قوي ان حد يستثمر ويعمل قريه او يعمل فنادق في ظل الظروف اللي مش الامنيه اللي هي اللي احنا بنعاني منها. وزي ما انتوا وده فرصه ان احنا نتكلم فيها ونقول عرفتوا ليه بنقول ان الارهاب الهدف منه اللي انت بتتكلم عليه ده يا محمد، انك انت تقول للناس ما فيش امل. الراجل اللي كان واخد 100,000 متر يعمل عليهم حاجه هيعملهم لمين؟ وحتى اللي كان عامل فندق عمله حاجه تانية ليه؟ ما هو في الاخر هو عامل عنده مصروف وحاطط استثمارات واخد فلوس من البنوك عايز يسدها. احنا بنقول كده ليه؟ انا ممكن اجي معاك واقول ايه طب يلا والناس كلها تبقى، احنا عايزين نبقى دايما عندنا حاجه اسمها جداره الموضوعيه، جداره المنطق، مش جداره اللي يرضي الناس احيانا. نرجع تاني، انتم كمحافظه عدد سكانها 500,000، عمرها ما هتبقى مكتظه بالسكان اللي بتمتده على البحر الاحمر اكتر من 1020 كيلو، لا يمكن. لكن هو اللي بيحصل ايه؟ ان حجم النمو اللي معمول ما بيتعملش بتخطيط عمراني متكامل، ونتعمل مواردنا مش قادره تسده. مواردنا مش ايه؟ بدليل ان في قرى عندكم موجوده على البحر الاحمر غايه في الروعه، مش كده؟ فعلا. طب هما اتعملت ازاي في الظروف الصعبه والحر وقله الميه وكده؟ عمل محطه تحليه ميه وعمل محطه كهرباء وعمل مش عارف ايه، لان هو قادر ان هو يجيب منها انفاق. مشكلتنا كمشكله كل مصر ان هي مش قادره تعمل تخطيط، والتخطيط ده تعمل له مرافقه وبنيته الكامله، وبالتالي احنا متاخرين. يوم يجي حد تاني مننا منتبه شويه يقول لك ايه طب اخد حته الارض دي واعمل عليها وضع يد، والوضع ده يخلينا بقى عندي حته ارض فيها 100,000 متر، لو قلت المتر ب 1000 جنيه يبقى 100 مليون جنيه، يبقى انا خدت. ارجع تاني لموضوع ده، انتم موجودين خلصتوا جزء كبير، فاضل لكم موضوعين. الموضوع بتاع المناجم الذهب ومش بس مناجم الذهب. انت يا محمد اسويلم تعرف حجم المحاجر اللي موجوده في نطاق البحر الاحمر ومسيطر عليها وبتاخد حق مصر منها؟ المحاجر، جبال الجرانيت والرخام اللي موجوده عندك، تقدر تقول لي بجداره ايوه انا عندي 1000 محجر، ال1000 محجر دول بيطلعوا كذا، احنا بناخد حق الدوله فيهم كذا، اللي هو حق المحافظه يعني؟ افتكر حد ممكن تكون تاخد الحق، لكن هو يساوي المطلوب ولا لا ممكن نتكلم فيها كتير. يبقى انا لازم النهارده نستكمل الاجراءات بتاعتنا في محافظه البحر الاحمر. موضوع مناجم الذهب اللي انتوا بتتكلموا عليها لابد ان احنا نعمل لها تحرك، اعملوا الطرح اللي انتوا عايزينه. لكن في اللي انتوا بتقولوا عليهم دول كانوا شغالين، وارجو ان هم لو معمود عليهم يتم الافراج عنهم. حاضر. بصراحه. حاضر. ليه بقى؟ لان هو ده مش ده مش قطع طرق، هو راجل راح يشتغل. انت بقى مش شايف، مش كده ولا ايه؟ لا صحيح. لا 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 احنا نفرج عنهم ونخلي بالنا منهم ونامل ايه ونديهم كمان لغايه لما نشوف حل. الحيطه اللي انت عاملها دي زقها برجلي وقعها. لا يا فندم، لا يا فندم. لا ده على كل حال ما اقصدش، يعني اقصد اقول الحته تتشال، اللي حفر الجبل ودخل فيه 20 30 متر في صخر متماسك مش هيشيل ده. فاحنا ده الـ 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 الامر رقم اتنين. تمام. الامر رقم ثلاثه، شوفوا الساده اللي هم طبعا الاراضي اللي تحت ولايه هيئه التنميه السياحيه دي تحت السيطره لسه. تمام. لانها ما اتطرحتش لحد. واحنا كنا اتكلمنا من سنتين ان احنا ما بنطرحش اراضي للتنميه السياحيه ابدا بتتعمل لها اتصال مباشر بالبحر زي الوضع القائم دلوقتي. ده بقى لنا سنتين او ثلاث سنين احنا مدين القرار ده. الارض اللي قدام اي بحر هي ارض ملك لكل الناس، واللي عايز يعمل حاجه بيسيب المسافة وبيعمل بالظبط ممشى وبيعمل طريق وهو يبقى ورا منه.
فالأراضي اللي تبع هيئة التنمية السياحية ده على كل السادة المحافظين سامعيني دلوقتي كويس قوي، والأمر ده طلع بيه قرار من 3 سنين وتوزع افتكر لمجلس الوزراء والمحافظين عارفينه. لكن انا بقوله دلوقتي لو هي تبع هيئه التنميه السياحيه فانت ما فيش مشكله يا محمد السلم فيها، دي بتاعه الدوله لسه. انما الاراضي اللي مع مستثمرين ممكن اول نجيب المستثمرين ونكلمهم انتم هتعملوا في الموضوع ده ايه ونشوف، وبعد ما تقعدوا وتتكلموا نرجع مره تانية مع بعضنا نتكلم في الموضوع دوت. ولو كان الموضوع محتاج تشريع عشان تبقى الامور واضحه، يا هتعمل يا مش هتعمل. هتعمل احنا معك، مش هتعمل عشان ظروفك مش سامحه ومش شايف ان في امل سيبها لينا ونعوضك، نعوضك كل واحد ياخد حقه، نعوضك ونرجع الارض دي تاني. ارجو ان احنا التخطيط العمراني لمحافظه البحر الاحمر للسيد وزير الاسكان مع السيد المحافظ ده يبقى امر عايز اشوف، يعني نشوف دايما دول 500,000 يعني افتكر ان هيبقى لو قلنا عايزين 20-30,000 وحده سكنيه لهم مش هيبقى كتير كل سنه، مش هيبقى كتير باسف مش هيبقى يعني هم طلبهم مش هيبقى اكتر من كده اذا كنت انا فاهم. ففتحت محطة الماء اللي عندكم التانية ان شاء الله يا فندم. خلاص ده احنا في اجراء تنسيق الموقع والتجارب شغالة دلوقتي فندم. احنا الكلام ده بقاله 3 سنين. طيب ماشي ان شاء الله. طب هناخد كمان شاب تاني وخلاص. اتفضل يا فندم. بشكر سيادتك يا فندم. احمد هلال محافظة البحر الاحمر مدينة الوصيرة يا فندم. بعد اذن سيادتك يا فندم، كنا محتاجين هناك للشباب مراكز تدريب يتعلموا ازاي يستخرجوا في المعادن اللي هي في الجبال بتاعتنا والمناجم الذهب يا فندم، بحيث لو في اي وقت اي شركة كبيرة جت تفتح أو تستخرج في المناجم الذهب يبقى في شباب واعي فاهم هو بيشتغل ازاي ويبقى من اهل المحافظة يا فندم، ما يبقاش من بره المحافظة. بشكر سيادتك يا فندم. بقول لك يا احمد، انت لو رحت قعدت مع الناس الغلابه دول هتتعلم. متشكرين، كل سنه وانتم طيبين. شكرا جزيلا. كل سنه وسيادتك طيب فندم. شكرا يا فندم. شكرا يا شباب. شكرا للسيد احمد عبد الله محافظ البحر الاحمر وشباب البحر الاحمر. وندعو الان السيد محمود عشماوي محافظ القليوبيه وشباب محافظه القليوبيه. كده ورا شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. استاذن حضرتك في البدايه فندم اوجه الشكر والتحيه للقوات المسلحه ممثله في قياده المنطقه المركزيه العسكريه والهيئة الهندسية، كما أتوجه بالشكر إلى الشرطة ممثلة في مديرية أمن القليوبية ورجال الأمن والأجهزة الأمنية وهيئة الرقابة الإدارية ممثلة في مكتب الرقابة الإدارية بمحافظة القليوبية. محافظة القليوبية فندم في منتصف الدلتا، عدد مساحة المحافظة 1001 كيلو متر مربع، عدد السكان 5.6 مليون نسمة، عدد المراكز 7 مراكز، وعدد المدن 3 مدن. 7 مراكز من الشمال للجنوب: كفر شكر، بنها، طوخ، شبين القناطر، القناطر الخيرية، اليوب، الخنكة،
والثلاث مدن أها وشبرا، شبرا الخيمة والخصوص. الأراضي المتعدي عليها في محافظة الأليوبية تم حصر جميع الحالات لجميع الولايات بما فيها الآثار وهيئة التنمية السياحية والري والنقل وهيئة الطرق والكباري والزراعة بإجمالي 7439 حالة تعدي على مساحة 1883 فدان و1.7 مليون متر مربع. صنفت الأراضي دي يا فندم إلى أراضي متعدي عليها بشكل المباني وأراضي أخرى بالزراعة. أراضي المباني كانت عدد الحالات 7380 حالة بإجمالي 1.7 مليون متر مربع. الأراضي الزراعية 59 حالة بإجمالي 1883 فدان. الخريطة أمام حضرتك يا فندم، الأراضي المباني ممثلة بالدائرة الحمراء والأراضي الزراعية ممثلة باللون الأخضر. الرسم البياني يا فندم يوضح لنا أن مركز القناطر الخيرية كان أكبر المراكز في الاستحواذ على عدد حالات التعدي ب 2144 حالة تعدي على أراضي البناء. أما بالنسبة للأراضي الزراعية فاستحوذ مدينة شبرا على أكبر عدد حالات للتعدي على الأراضي الزراعية بإجمالي 25 حالة، ولكن مركز الخنكة رغم أنه هو واحد حالة كان أكبر أرض تم الاستيلاء عليها في الأراضي الزراعية وكانت 1850 فدان وهي مزرعة الجبل الأصفر. الموقف التنفيذي يا فندم لاسترداد أراضي الدولة في المباني 7380 حالة بإجمالي 1.7 مليون متر مربع، تم إزالة 3681 حالة بإجمالي 1.1 مليون متر مربع بنسبة 64.7%. جاري حاليا تقنين 3699 حالة بإجمالي مساحة 602 ألف متر مربع 381 بنسبة 35.3%، ويبقى أنا كده خلصت الأراضي المباني بنسبة 100%. الأراضي الزراعية 59 حالة اللي هما 1883 فدان، تم إزالة عدد 37 حالة مثلت عندي 1882 فدان بنسبة 99.9%، وتبقى عدد 22 حالة ممثلة في واحد فدان فقط تمثل 1%. وبكده أكون أنهيت على الأراضي الزراعية بالكامل. حتى الآن فندم تقدم للتقنين عدد 1000 حالة تقدمت إلى المحافظة لتقنين أوضاعها. أما بالنسبة للملاحظات التي ظهرت أثناء تنفيذ الإزالة، تنفيذ حالات الإزالة والنسف الآمن لعدد 2 برج بمركز بنها يصل ارتفاع كل منهما 13 طابق تم إقامتهم بالتعدي على جسر نهر النيل. تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي مزرعة الجبل الأصفر التابعة لوزارة الزراعة والتي كان متعدي على مساحة 1850 فدان منها من قبل بعض الخارجين عن القانون. التعامل مع الكثير من حالات التعديات ذات المساحات الصغيرة التي لا تتجاوز عن 200 متر مربع متناثرة في جميع أنحاء المحافظة. أي أمر يا فندم؟ شكرا سيادة اللواء عشماوي، لكن أنا بس عايز أرجع أقول إحنا لو في أي تعدي على حرم الترع أو المصارف هيبقى أمر مش ممكن نقبله. تمام فندم. الترع أو المصارف أو النيل لا، ده مش هينفع ان احنا نقول ان احنا بنقننه اطلاقا. الترع والمصارف والنيل يتشال. طب في سكان يخرجوا السكان وندبر لهم، لكن ده لازم يتشال لو ما كانش متشال. تمام يا فندم، ده اول نقطه. النقطه الثانيه، في فرق بان انا ابقى اقول ان انا في ناس بتقدم عايزه تقنن الحالات بتاعتها
وان انا اقول ان الناس دي جاد في تقنين اوضح. وانا بقول كده للمحافظة ليه؟ لان انا بفكر جديا في ان احنا في الاموال المستردة في هذا التقنين ان انا يبقى في نسبة منها 15% 20% تخصص للمحافظة، على اساس ان المحافظ يبقى معاه تمام موارد اخرى، ويبقى ان هو وهو بيقنن الاوضاع ديت عارف ان الاموال اللي بياخدها دي في جزء كبير منها مش هتروح بس لوزارة المالية وللدولة، لا في جزء للمحافظة ينفع في اجراءات هو محتاج يعملها لمحافظته. فاحنا في فرق بين الجدية وفي فرق بين الطلب، لان احنا ممكن نقول يعني في بداية الكلام اتقال ان احنا في اكتر من 100,000 طلب تقنين اوضاع، لكن احنا لما نيجي نتكلم بجد في تقنين الاوضاع بجد بقى عشان جدية التنفيذ بنجد ان الكلام مش كده ولا ايه؟ فعلى كل حال انا برضو موضوع التقنين ده احنا هيبقى لنا ليه كلام في نهاية اليوم، لكن انا بقول تاني مفيش، والكلام ده مش لحضرتك فقط، الكلام ده لكل السادة المحافظين والسادة المسؤولين كوزارات، لن نسمح بان يبقى في تعدي على حرم ترعة او مصرف او نهر النيل، لن نسمح. ده كلام مش مظبوط، ويبقى احنا بنقول خايفين على النيل بتاعنا واحنا بنرمي الصرف عليه. خليني اقول لكم بصراحة كده، لسه كنت بكلم مع دولة الرئيس اثناء بداية قبل ما نخش نتكلم انا مع بعض، قلت له في جزر موجودة في النيل، هذه الجزر طبقا للقانون مفروض ان ما بقاش في حد موجود عليها، مش كده ولا ايه؟ يا اما محميات يا اما مش مسموح ان يبقى حد موجود عليها. تمام. وبعدين الاقي مثلا جزيره موجوده في وسط النيل مساحتها اكتر من 1250 فدان مش هذكر اسمها، وابتدت العشوائيه تبقى في جواها والناس تبني وضع يد ويبني عليها، وبعدين هو هيصرف لو بنت 50,000 بيت هنا، البيت ده هيصرف على فين؟ على نهر النيل اللي احنا بنشرب فيه؟ وتقول لي بعد كده اعمل لي بقى محطات صرف ومحطات معالجه وشوف الصرف اللي بيرمي للنيل ده ونأذي نفسنا؟ لا، الكلام ده لازم ننتبه لنا كله، لازم ننتبه ليه كلنا كمواطنين قبل الدوله، قبل الدوله. وعشان كده لو سمحتم الجزر اللي موجوده ديت تاخد اولويه في التعامل معها، الجزر اللي بتكلم عليها دي تاخد اولويه في التعامل معها. بتصرف فين؟ الصرف بتاعها فين؟ النيل طبعا. في النيل؟ الصرف على مصرف او على ترعه او على حرم النيل هيصرف على فين؟ هو ده ضمن التخطيط العمراني البرجين اللي انتم هديتوهم دول؟ لا. طب كان هيصرف على فين؟ النيل طبعا. في النيل؟ لا. انا بقول الكلام ده عشان احنا ممكن نقول ان زعلانين قوي ونقول يعني طب الناس ديت وده مصروف كتير قوي، صحيح مصروف كتير بس مخالف، ولازم ان احنا ما نقبلش ابدا ان احنا نقول ان عشان الموضوع ده احنا هيبقى مقبول التجاوز، التجاوز مش مقبول في جماعة، ده حرام. اللي بيبني مقبرة على ارض مش بتاعته ده حرام. اه صحيح. مقبرة ايه؟ ده احنا هندفن فيه. هبقى مدفن في حاجة أنا استوليت عليها مش بتاعتي، لا مقبرة ولا كده. لكن تاني بقول الدولة لازم تكون سابقة الناس في نقول دي ونقول دي. تخطيطي كافي مطالب الناس وتطلعات. أنا لو في حد من الشباب بتاع اللي عايز يقول أي حاجة مستعدين نسمعه، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد السيد مع حضرتك. أنا بشكر حضرتك الأول على الدعوة الكريمة دي، وكنت عايز أقول لحضرتك حاجة قبل الفكرة اللي أنا هعرضها على حضرتك، كلمة بسيطة جدا أنا ابتديت أحسها فعلا في عهد حضرتك، ألا وهي الثقة، الثقة في نفسنا. بجد ما حسناش بمعنى الكلمة دي إلا في عهد حضرتك بجد. والدليل على كده يا سيادة الرئيس إن إحنا واقفين دلوقتي بجانب سيادة المحافظ، أنا واثق إن إحنا في يوم من الأيام هنبقى مكان سيادته بس بعد عمر طويل ان شاء الله. لا لا ليه يا محمد بعد عمر طويل ليه؟ ده قريب جدا ان شاء الله يا سيادة الرئيس. <رأيس. تصفيق>
لا صحيح. انا قلت مره لو انتوا بتتابعوا كلامي هتلاقيني احلف واقول والله اتمنى ان انتوا تبقوا موجودين مش مكان السيد المحافظ، مكاني انا. بس ناخدها ونطلع بيها قدام، ناخدها ونحافظ عليها يعني. فضل. اكيد وربنا معانا طبعا. طبعا. فالكلمة دي فعلا يا فندم كلمة قصيرة جدا، لكن بجد فعلا احساسها جميل جدا، وانا حسيتها فعلا بوقفتي النهاردة وانا اول مرة اتقابل بحضرتك، ومبسوط جدا ومش هتبقى اخر مرة، هسعى ان هيبقى في مرات كتير ان شاء الله باذن الله لخدمة بلدنا بجد، لان حاسس بالمجهود اللي الواحد بيعمله في تقدير، واول ما يتوجد التقدير الواحد بيسعى، ولما الواحد بيسعى ربنا بيديله في الاخر. ففي فكرة بسيطة يا رب تنول اعجاب حضرتك، يعني احنا حاليا عندنا في بعض القرى والمدن والمراكز في محافظة القليوبية كان في اراضي كتير متعدى عليها، فالاراضي دي احنا خلاص استردنا جزء كبير منها بفضل طبعا السيد المحافظ والسادة رؤساء المدن والمراكز والاحياء. في عندنا بعض القرى كان بيبقى محتاج مدرسة، حتة ارض عشان يبني عليها مدرسة او يبني عليها مستشفى او يبني عليها اي حاجة، بس مش لاقيين الارض. فاحنا في ظل كمية الأراضي الكبيرة اللي احنا استردناها دي نستغل الكلام ده حالا، ونبتدي في تعاون ما بين الوزارات بعضها وبعض، وندي الناس اللي محتاجة فعلا الأراضي دي تبني عليها مدارس وتبني عليها مستشفيات وتبني عليها اللي هي عايزاه. شكرا يا سيادة الرئيس. وده المخطط. فكرة فعلا كويسة يا محمد السيد، فكرة كويسة. واحنا يعني طب ما احنا انا يعني كنا مأجلين الكلام في اللي احنا رجعناه ده كله، طب هنحتفظ بيه ازاي؟ يعني هنحط عليه حراسات تاني مثلا، ولا نقوم نسيبه للناس وبعدين الناس ترجع له تاني وبعدين نرجع يعني؟ فهو لابد ان احنا الاراضي ديت ان ما كناش احنا كدوله نطرحها لكم ونطرحها للمواطنين بتخطيط احنا نقبله ولصالح مصلحه الجميع، يبقى احنا ما عملناش حاجه. الفكره فكره كويسه يا محمد، فكره كويسه. وخلي بالكم انتوا كمحافظه هتشتغلوا في الحاجات دي، انتوا كمحافظة انا هخليكم تشتغلوا في الحاجات دي، عشان يبقى الموضوع ان عملتوا طيب هتشوفوه بنفسكم، وان عملتوا غير كده يبقى انتوا بتتحملوا المسؤولية قدام الناس. صحيح صحيح، انتوا المسؤولين، يتعمل تخطيط وما تستكترش على نفسك. عندك جوه المحافظة، في فرع هندسي، وعندك جوه المحافظة جامعة، وعندك جوه المحافظة مواطنين مهندسين ومكاتب استشارية، ممكن تعمل لكم حاجات كتير جدا، بس انتوا جمعوا امكانياتكم. الامكانيات اللي موجوده في كل حته في الدوله ضخمه جدا بس متفرطه، حد ينظمها ويستفيد منها ويطلق الامل للناس ويقول لهم بصوا شوفوا، تعالوا احنا شوفوا في القليوبيه عملنا ايه. احنا عملنا على مثلا 100 على مليون متر من الارض اللي احنا رجعناها دي عملنا مدينه، المدينة دي فيها كل الأماني. واوعى تستكتر على نفسك يا محمد السيد أو على المحافظة إنك تعمل حاجة بمستوى لا يقل عن المدن الجديدة اللي بنتكلم عليها في العاصمة والعالمين والحتة دي. لا ليه؟ هم الناس اللي في القليوبية وفي الريف بتاعنا ما يستحقوش مننا كده؟ لا يستحقوا. ونقدر نعمل؟ نقدر نعمل. والناس اللي موجودة عشان الناس كمان، الاعتداء على الأراضي الزراعية ده موضوع تاني خالص، يقل بشكل كبير. الفكرة كويسة. لو في حد من حضراتكم تاني عايز يتكلم، لا عايزين شاب ثم شاب. مين من الفتاة؟ شاب ثم شاب. ايوة اتفضلي حضرتك. السلام عليكم. اولا بشكر حضرتك على هذا اللقاء. كان عندي وجهة نظر وسؤال. وجهة نظر منى محسن. وجهة النظر الاول التعديات اللي احنا عملناها والازالات والتفجيرات اللي احنا عملناها ممكن كنا احنا نستفيد منها، مثلا اللي احنا كنا ناخد العقارات دي نخصصها مثلا للشباب او نعمل فيها خدمات مستشفيات او حاجة للناس اللي هي مش قادرة اللي هي تدخل المستشفيات او كده، او ممكن من ناحية تانية اللي احنا كنا نعاقب صاحب العقار ده وانت اللي هو المخالف اللي هو كان يدفع مثلا مبلغ معين. اصلا لحد كده دلوقتي احنا ما استفدناش بحاجة، او ممكن الاستفادة هتيجي بعد كده بس احنا دلوقتي ما استفدناش. السؤال الثاني اللي دلوقتي اكيد طبعا التعديات دي كلها بسبب الفساد الوظيفي، فالفساد الوظيفي اللي ممكن اللي هو هيواجهه دلوقتي اللي هي قانون المحليات، ليه لحد دلوقتي اللي هو ما اطرحش؟ وشكرا. طب انا بس
انا هبدا من الجزء الثاني من السؤال اللي هو بتاع الفساد. لو انتم موجودين، وانا قلت الكلمه دي في الكلمه اللي قلت، لو احنا موجودين في مكان وحد ياخد حاجتنا احنا ما نبقاش كويسين. وانتم بقيتوا دلوقتي موجوده، وممكن يبقى معاكم كمان في كل مركز من السبع مراكز اللي قال عليهم السيد المحافظ يبقى في مجموعه شباب زي كده، يكون عندهم استعداد ان هم يتحركوا معانا ويشوفوا ويقولوا الموضوع ده فيه هنا فيه حاجه غلط في المركز ده او في القريه دي. عشان ما هي الفكره في الاخر، الفساد ده عباره عن عمليه مش بس بتقوم بها الدوله، بيقوم بها الدوله والمواطنين. رفضكم للفساد دي خطوه، رفضكم للفساد دي خطوه، ده الجزء الاولاني. وقانون المحليات والانتخابات المحليات، كل ده اجراءات احنا بنجري وبنسعى عليها عشان نمكنكم من ان كنتوا تبقوا موجودين في دوائر القرار، عشان تحافظوا على مال محافظتكم، على مستقبل محافظتكم، على تخطيط محافظتكم. ادي نقطه. النقطه الثانيه فيما يخص الاستفاده بالمباني ديت، يعني لو جينا مثلا على مبنى زي اللي كان موجود على حرم النيل ده، المبنيين دول للاسف ده الحرم ده ما يتبنيش عليه خالص، لانه مش معمول له تخطيط عمراني يخدم عليه في مرافق. فاحنا كده يعني حتى لو كنا بنخسر شويه في الموضوع، لكن احنا لازم نرجع الواقع اللي موجود ويبقى فيه تخطيط نقبله على الارض. بالمناسبه كل المباني اللي حضرتك بتتكلمي عليها دي مباني تخطيط وبناء عشوائي، وبالتالي ما تلاقيش. خليني اديك مثال، احنا في الاسكندريه دلوقتي في واقعة احنا متابعينها كلنا في التلفزيون بتاعت عمارة الازاريطة، مش كده؟ العمارة دي كل الاعمال اللي موجودة هناك في مش بس كده متجاوزة في الارتفاعات بشكل غير مسبوق، يعني بتتكلم على شارع 8 متر المفروض ما بقاش ابدا في عمارة 16 دور و14 دور و12 دور ولا حتى 8 ادوار. فاللي انت بتتكلمي عليه هي كمان تجاوز عشوائي. التجاوز العشوائي ده مش معمول له مرافق، مش معمول له طرق، ولو حصل لا قدر الله حاجه عشان نأمن الناس او نحمي الناس من حريق او حاجه غير، مش هينفع. ما فيش غير ان احنا نعمل بناء تخطيط متكامل في كل المواصفات، في كل المواصفات. وبالمناسبه ما دام انت سالتيني السؤال ده، وزير الاسكان قاعد معانا هنا، في كلامي معاه قلت له انا ما بفضلش بيع الاراضي، القطع الاراضي. هو موجود؟ لا موجود. ها؟ مش كده؟ ليه؟ لان احنا لسه ما قدرناش نعمل حوكمه حقيقيه في المحافظات وفي الناس اللي بتتابع البناء، عشان لما نقول ان المبنى ده اربع ادوار يتبنى اربع ادوار بس. لا ما عملناش كده. ما عندناش لسه. فقلت له انا بفضل ان احنا لما نيجي نطرح احنا عايزين دورين، نطرح دورين، يعني عايزين نطرح بيت دورين، يبقى نعمل احنا البيت الدورين ده بشكل مجمع في تصميم نموذجي يحقق مطالب الناس كلها ونطرحه للناس. المباني اللي بتطرح، الاراضي اللي بتطرح دلوقتي من الدوله اراضي في اماكن يصعب تجاوز التخطيط فيها، ما بقولش يستحيل، بقول يصعب تجاوز التخطيط فيها. لكن لو كنا احنا عايزين نعمل تخطيط وتنفيذ متكامل في الأليوبية في مساحة مليون متر، انا في تقديري اذا كنا عايزين نعمل حاجة ذات شأن ما نديش للناس نقولهم خد الارض وابنيها. الارض دي المليون متر دول هيتبنوا على 10 15 سنة، والناس اللي عايزة سكن سواء كان ايجار او تمليك هيضطر ان هو يروح على ابني في حته ثانيه عشوائي. لكن لو انا بنيت له بقول له اهو عايز انا متاح اتحت لك في المحافظه في المليون متر دول 10,000 وحده سكنيه، فيهم المدرسه، فيهم المستشفى، والمرافق بتاعتهم معموله دوله عاملاهم، مفيش مشكله لا ميه ولا كهرباء ولا صرف ولا ميه حلوه. لو احنا عملنا كده اتصور، ودايما دايما تفكروا بالطريقه ديت، اللي هو العمل اللي بيهمش يحيد العمل البشري في الشغل اللي انتوا عايزين تعملوه. اتحيد العمل البشري هيبقى حجم التجاوز قليل، لان انت هتعمله تخطيط متكامل
والتخطيط ده هيتم تنفيذه على الارض ويطرح للناس. ففكره ان انا استفيد من مباني معموله بشكل عشوائي، انا بقول لك عبئها علينا اكتر من هدمها. علاوة على ان الفكره كلها احنا نخش في مسائل كتير جدا، لان بحد ناس ترفع قضايا، ولكن هي تتشال ونبني مره تانية ونخطط ونعمل مره تانية، وانتم موجودين تقدروا تعملوا كده. اتفضل واحد كمان. اتفضل. اسلام ايمن، محافظة القليوبية. سيادة الرئيس لك مني تحية بالغة. انا بس حضرتك كنت بتقول الاراضي اللي رجعت خلاص بقت ملك المحافظة دي عايزة اعادة تخطيط. ايه المشكلة لو احنا كنا خدنا مساحة من الاراضي معينة؟ احنا عندنا جامعة موجودة جوه المحافظة، عندنا كليات الهندسة الموجودة، ليه ما نستخدمش الطلبة او الفكر الجديد اللي موجود عندي ان هم يدوني بدائل ومقترحات للتخطيط ده، وناخد البدائل والمقترحات دي لوزارة الاسكان تبدأ ان هي تدرسها ونبدأ فعلا نطبقها عندنا في الوزارة. يعني على سبيل المثال احنا كجامعة بنها احنا كنا عملنا قبل كده نموذج محاكاة لتشكيل المجلس الوزاري، وكان فيه كل الجامعات المصرية، كان فيه وجهات نظر كبير كتير جدا، وكانت فعلا وجهات نظر كان ممكن ان هي تتنفذ، كانت على كل الوزارات. كانت جامعة بنها كانت واخدة وزارة الاسكان بالمناسبة، وكنا مقدمين خطة لتطوير الوزارة على مستوى الاربع قطاعات، قطاعات الاسكان والعشوائيات والمرافق، كل القطاعات كانت متقدم الخطة الكاملة ليها. كنا عاملين دراسة كاملة للموضوع دوت، للشبكات الصرف الصحي اللي ما كانتش موجودة، للقرى اللي كانت ناقصة. فاعتقد ان احنا لو استغلينا موارد الشباب اللي موجودة عندنا وبالاخص في الجامعات ممكن يوفر علينا مجهود كبير وعبء كبير على الوزارات. الوزارات ممكن تكون مش قادرة تشيلها لوحدها، لأن الجمهورية كبيرة جدا، ممكن الجامعات تشيل ده. بص يا إسلام، فكرة الاستفادة من الجامعات ومراكز البحوث والدراسات اللي موجودة فيها دي فكرة موجودة بالفعل، وإن كان لا يتم الاستفادة بها بشكل جيد. وكلامنا مع الوزارة دايما ان المسائل المختلفة ادوها للجامعات والكليات المتخصصة تدرسها ضمن اجهزة الدولة. يعني انا بدل النهاردة بيبقى عندي دراسة واحدة من وزارة الاسكان، طب ما انا ادي كلية هندسة بنها وكلية هندسة القاهرة وكلية هندسة اسكندرية وعين شمس يدرسوا الموضوع ده، ويبقى انا عملت اثراء، عملت خليت اللي عندي مجموعه دراسات مختلفه اخد منها واستفيد من اراء مختلفه. احنا ماشيين في النقطه ديت، وان كنت انا بقول لك تاني اهو، احنا كدوله، كدوله مش بس حكومه، لا دوله، حتى رجال الاعمال لا يستفيدوا من قدرات الجامعات ومراكز البحوث والدراسات في حل مسائل او في تطوير انفسهم. وده الفرق بين الدول المتقدمه والدول اللي لسه بتحاول تتقدم، انك انت عندك عقول مش عارف تنظم الاستفادة منه. خلينا نرجع تاني بس عشان حد قال ايه في وسط الكلام كده، الارض اللي خدناها بقى بتاعت المحافظة. لا، لها ولايات، مسؤولية المحافظة، ولكن لها ولايات. لكن لها ولايات. خد بالك يا اسلام، الارض اللي موجودة ده عندكم بتاعت وزارة الزراعة، لكن احنا لازم بقى ما نقول طب وبعدين اذا كانت اللي اتاخدت 1800 فدان مش كده؟ 1800 في المزرعة، 1850 مزرعة الجبل الأصفر، مش كده؟ ده أمر. لا الموضوع ده تشوفوه. إن كان كده مش نترحم للناس لأهل القليوبية صراحة يعني بالظبط، وياخدوهم هم بس نقسمهم تقسيم كويس عشان ما نكسرش الأراضي الزراعية، لأن ميزة ال 1800 فدان إن هم 1800 فدان، فنخليهم 100 200 أو حتى نفس النظرية بتاعت الريف المصري اللي احنا قلنا ان احنا هنبيع الارض، لكن اللي هيبيع بعد كده نصيبه بيبيع نصيب وليس بيبيع ارض تتقسم. يعني لو انا داخل مع زمايلي 20 في 200 فدان، لما اجي ابيع ما بقسمش، ببيع نصيبي في بما يوازي 20 فدان مثلا او 10 فدادين. انا متشكر جدا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا السيد محمود عشماوي محافظ القليوبية وشباب محافظة القليوبية. والآن العرض لمحافظة البحيرة، السيدة الفضلة المهندسة نادية أحمد عبدو محافظ البحيرة وشباب محافظة البحيرة، فليتفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. اسمح لي سيادتك ان انا اقدر اشكر حضرتك على هذا القرار، واحنا في محافظة البحيرة الحقيقة ما سميناهوش قرار ازالة التعديات، ولكن سميناه ثورة على الفاسدين والخارجين عن القانون. الحقيقة من اول يوم ولتحديد المدة احنا فعلنا غرفة العمليات اللي كانت بتضم كل الجهات من قوات مسلحة وشرطة وهيئة رقابة ادارية ومركز المعلومات والعاملين او الجهاز التنفيذي في محافظة البحيرة. احنا هنا المحافظة الحقيقة المساحة الكلية فيها 9119 كيلومتر مسطح. محافظة البحيرة حضرتك زي ما انت شايف احنا لنا اولا ظهير على الطريق الصحراوي، يعني عندنا وادي النطرون من الكيلو 84 حتى الكيلو 120 بعمق 20 كيلو متر، وده يمكن 40% وادي نطرون من مساحة البحيرة. عندنا أيضا ثلاث مراكز إدكو ورشيد وجزء من كفر الدوار بيطل على طول على البحر الأبيض المتوسط، وطبعا حضرتك عارف البحر الأبيض المتوسط والغاز والبترول اللي قدرنا نستخرجه، وحضرتك كنت طبعا في افتتاح أول مشروع والاستيج الثاني هيبدأ يعني آخر سنة 18 إن شاء الله. عندنا برضو فرع رشيد، احنا ملاصق لنا محافظة كفر الشيخ والغربية والشرقية وجنوبا الجيزة وغربا محافظة الإسكندرية ثم إلى محافظة مرسى مطروح. المساحة زي ما قلت تفضل. الأراضي طبعا احنا من أول يوم زي ما قلت لحضرتك ابتدينا اجتمعنا كلنا وحددنا في كل المراكز مع كل الجهات اللي معانا الأراضي الزراعية والأراضي الأراضي البناء، وحددناها في كل مركز بقيمتها بالضبط أو بحدودها بالضبط، وكان إجمالي حالات التعدي ب 3784 حالة مساحتها 52000 فدان 802 أراضي زراعية ومليون ونص مليون متر مربع أراضي بناء. تصنيف هذه الأراضي احنا عندنا أرض مباني 2585 حالة تعدي بمليون ونص متر مسطح. الأراضي الزراعية 1199 فدان 1199 حالة ب 52000 فدان 802. اجمالي حالات التعدي كان زي ما كان اجمالي حالات التعدي 3784 حاله. دي يا فندم حالات التعدي، وهتلاقي حضرتك في تدرج في حالات التعدي. يمكن اكبر حالات تعدي كانت في وادي النطرون، واقلها كانت في رشيد وفي دمنهور. يمكن من اكثر الحاجات اللي انا كنت تعدي عليها كان مهم جدا وقدرنا نسترجعها إدكو، خدنا 50 فدان ودي كلها كان مستثمر كبير واخدها وبقاله فترة ما عملش فيها حاجة فاسترديناها، ودي هتتباع طبعا دي مطلة على البحر الأبيض المتوسط وهتبقى بالمتر المسطح. أيضا دمنهور قدرنا عندنا 57 فدان غير كذا. عندنا أيضا يا فندم في حوش عيسى وعندنا في أبو المطامير برضو أراضي كتيرة قدرنا نسردها. طبعا في بعض المراكز بيبقى في بعض الأماكن اللي احنا عايزين نستردها لكن عليها بعض المشاكل وعليها بعض الـ يعني عايزة دراسات أمنية أكتر شوية، فسبناها للمرات القادمة. الموقف التنفيذي لإزالة وتقنين التعديات، احنا عندنا البيان المباني عدد حالتها 2585 حالة بمليون ونص متر مسطح. الإزالة كانت ل 881 حالة بمساحة 1.3 مليون متر مسطح بنسبة 84.2%. بالنسبة للزراعة عندنا 1199 حالة ب 52000 فدان 802. الإزالة كانت 1020 حالة، المساحة كانت 17384 فدان بنسبة 33%. أما حالات التقنين يا فندم فكان عندنا 1704 حالة بمساحة 238000 متر مسطح بنسبة 15.8%.
بالنسبة للأراضي الزراعية عندنا 179 حالة ب 35,000 فدان 418 بنسبة 67%. على فكرة يا فندم بعد إذن حضرتك، إحنا كان الإزالة كانت أكتر كتير بالنسبة للأفدنة، إلا أننا من يومين ثلاثة بس جالنا بلاغ إن فيه 37,000 فدان في وادي النطرون متعدي عليهم 6 شركات كبيرة. ففعلا في يومين قدرنا نحدد هذه المساحات، قدرنا نحدد. يعني إيه حضرتك 6 شركات كبيرة يعني؟ يعني تقدم لنا في 6 شركات واخدين 37,000 فدان ولم يقننوا أوضاعهم أو يتعاملوا مع الحكومة. ودول معلش يا فندم، اتفضل يا فندم. يعني الأراضي دي مزروعة ولا في وضع يد عليها؟ هقول لسيادتك يا فندم، نصها يعني 37,000 فدان في منهم 24,000 فدان مزروعين تماما، وال 12 وشوية فدان دول أراضي فضاء. فاحنا على طول يعني جبنا الكلام ده واعطيناه للولايه اللي هي هيئه التنميه الزراعيه على اساس فورا يقنن الاراضي المزروعه ويسحب الاراضي الفضاء. فعشان كده الحقيقه اضفناها هنا، والا كنا هيبقى عندنا حاله يعني حال نسبه الازاله اكثر من كده، لكن احنا يعني قصدنا نوري لحضرتك ده. طيب المحافظة هي المسؤولة. أيوة. المحافظة هي المسؤولة حضرتك. المحافظة بمدير الأمن بالتشكيل التعبوي اللي المحافظة داخل نطاقه. يعني البحيرة والمنطقة المركزية، المنطقة المركزية والجيش والمنطقة الشمالية إذا كنت أنا واخد بالي، مش كده؟ أيوة فهمت. وهم المسؤولين عن الموضوع دوت. مع مدير الأمن مع المحافظة مش جهة الولاية. جهة اللي بيحصل قبل كده حضرتك ان جهة الولاية بتبعت لحضرتك تقول لك ان في تعدي على الأراضي الفلانية، زيلوا التعدي، وهي ورق رايح جاي بين الناس وبعضها. لا 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 فهمت. معلش لا انا بكلم على التاريخ، لكن احنا دلوقتي لا، دلوقتي الأراضي اللي موجودة داخل نطاق المحافظة دي أراضي مسؤولية المحافظة ومدير الأمن والتشكيل التعبوي اللي موجود. بالظبط. اول ما حاضر اللي يحصل تعدي على هذه الارض، يعني الثلاث جهات دول هم المسؤولين على المحافظ المدير الامن. الامر كان كبير ليه بس عشان تبقى الامور واضحه. الامر ده مش هيتكرر كتير تاني خلاص. ليه؟ انتوا دخلتوا في موضوع كان زاد قوي في كل حته. دلوقتي بعد كده التعدي هيبقى حاجه محدوده، ازالتها سهله. ليه؟ لان الجزء الكبير تم حل المسألة بتاعته. ف ال 35,000 فدان دول 37 بيتراجعوا مع اللي مزروع مزروع اللي مش مزروع فورا يتاخد يرجع تاني. حاضر يا فندم. محمد تمام يا فندم. فورا. اللي هيقنن يجيب شنطه، شنط الايه؟ بلغنا والله يا فندم. لا لا مش بلغ. والله بلغنا. يجيب ايه يا فندم؟ شنط. شنط الفلوس، ويخش يحط الفلوس قدامكم كلكم. بالظبط. امال ايه؟ عايز تقنن انا معاه. ما دام زرعت احنا معاه، لان ده مصلحه لينا كلنا. بالزبط. انما عشان كمان نديله عقود ونديله نبقى فيه شرعانه للتصرف بتاعه، بقت ارضه وبقت حاجته، يقدر يخش يتعامل مع البنوك يستفاد منها، ممكن يعني بقى ليه مصداقيه ليه ولاسرته ولشركته ان الارض دي هي ارضه مش ارض حد تاني. بس يجيب ايه يا فندم؟ فلوس يا فندم. شنط. شنط. عايز اطمن حضرتك يا فندم، في وادي النطرون احنا معتبرين الشغل اللي بنشتغله من 4 أشهر مع لجنه استرداد الاراضي الحقيقه بدايه لوادي النطرون. احنا فعلا عندنا على ارض الواقع 4021 وضع يد بنقنن لهم الاوضاع دلوقتي، وفعلا عملنا تحديث للخرائط كلها ل 13,600 فدان، وحددنا الاسعار، واجتمعنا مع هؤلاء وضعي اليد عده اجتماعات، وقلنا لهم السعر الاولي، لكن يبدو انهم هيبقى في شويه مفاوضات على السعر. ففي الحاله دي احنا هنقنن فعلا على ارض الواقع في حدود 4,000 حاله تعدي. برضو يا فندم لو سمحت لي
من ضمن الإزالات حضرتك بين البيع والشراء ايه؟ ربنا يفتح الله. يفتح الله طبعا بين البيع والشراء يفتح الله. السعر مش مناسب يسيب الأرض ويمشي. بين البيع والشراء يا فندم يفتح الله. انا دراعي مش ملوي، عايز تاخد الارض، الارض دي تمنها كده، مش هتدفع الارض، هيحصل ايه يا فندم؟ مع السلامه. مع السلامه بالذوق والادب. طب ما ينفعش يبقى بحاجه تانية. ايوه بالزبط. الكلام ده انا بقوله قدام الشباب كلها بالظبط يا فندم. بين البيع ده هو مش لاوي دراعي يقول لي ان انا هديك دول وتاخدهم يا ما تاخدهمش. لا انا بقى بقول لك، هقول لك ده يا تدفعه يا مع السلامه. هتسمح لي برضو يا فندم لو هقول تعدي، هو يمكن 40 فدان فقط لواحد متعدي على الاراضي، ولكنه كان واخد جزء من المنطقه الصناعيه في وادي النطرون وموقف استثمار كبير جدا. المستثمر مش قادر يشتغل لان ده داخل ارضه. احنا بفضل الله برضو أزلناه من حوالي اسبوع بقوة كبيرة من الشرطة وسلمنا المشروع للمستثمر اللي عايز يشتغل. وقعة تانية برضو ايضا يا فندم، لما سحبنا ارض من احد المستثمرين 130 فدان كانت مزروعة سحبناها وكان عليها زراعات، قلنا له مش هنزلها لكن عملنا مزاد على هذه الزراعات وقلنا له مصروفاتك كام كانت كذا. ويا فندم في موسم واحد ال 130 فدان دول جايبين 600,000 جنيه. فاحنا برضو خدنا المصروفات بتاعته حطيناها في صندوق الاستصلاح كغرامات على ما اللي هو ما دفعوش كحق انتفاع، وباقي الفلوس حطيناها في صندوق الاستصلاح الاراضي. احنا في الموضوعات اللي هي التفاصيل دي حضرتك، انا مش هن يعني ايه مش هقول لك اه ولا لا فيها، انتم كمحافظه وكلجنه انتوا هتبقوا معنيين بالمساله دي بالظبط يا فندم. هتقننوا اوضاع للناس، هتقولوا وده اللي احنا بقول في نهايه اللقاء ده هنقول فيه يا جماعه، احنا عشان نحل المساله بشكل حاسم بدل ما تبقى لجنه واحده لجنه رئيسيه، وده الطرح لقيته ده طرح جاي من الرقابه وجاي منكم كحكومه، ان احنا ندي فرصه للسيد المحافظ معاه مدير الامن معاه قائد التشكيل بتاع بابه معاه ال20 شاب وشابه دول هم يشتغلوا، هم يعملوا ده ونفرطوا. انا هعمل ايه اكتر من كده يعني؟ انفرطوا في حقهم وحق بلدهم، انا هعمل ايه؟ لا انتوا موجودين وتقولوا وانا اسف اقول اي حد من اللي موجود قدام هنا يعرف الفدان الارض في البحيره ثمنه كام، مش كده ولا ايه؟ يعني مش محتاجين، انا اسف اقول لكم كلمه صعبه يعني، مش محتاجين لجنه ولا هيئه لا تسعير الاراضي اللي بتقول الاراضي ده الفدان يساوي كذا، ده انت عارف الفدان اللي جنب منه ثمنه كام. فانت لا يعني هتبقى انت اكثر يمكن في تقديري، لو انت هتعمل دراسه حقيقيه على الارض على الواقع اللي عندك، انت هتبقى عارف حق الارض اللي عندك دي ثمنها كام، ما حدش يقدر يزاد عليك. تقول له لا الفدان اهو ثمنه 10,000 جنيه 20,000 جنيه 100,000 جنيه، انت هتاخده بنفس الثمن ده ونقنن لك وضعك وكده. وانا اللي بفكر فيه ان احنا نطلع وثيقه من المحافظه وادرسوا الموضوع ده كويس، لان احنا عايزين ننهي المساله دي. حاضر يا فندم. وثيقه من المحافظه عليها توقيع السيد المحافظ والسيد مدير الامن والسيد قائد التشكيل التعبوي والساده الشباب اللي موجودين دول. امضي. حاضر يا فندم. حاضر يا فندم. امضي واديله ده، قول له ده انت معاك صك بمليون جنيه انت دفعتهم، وجوه الوثيقه دي احنا هنعملها وثيقه مجمعه فيها بعد قانوني محترم يديكم فرصه ان انتوا تشتغلوا بشكل مستريح، لكن كمان تقول للمواطن اللي عايز يقنن وضعه انت خدت خطوه جاده. ما اقولكش انا في 100,000 طلب وانا ما حدش قانن لي وضعي، لا هات تعالى الارض دي تساوي مليون جنيه، ادينا 50% والباقي على سنه ولا اتنين ولا ثلاثه يمضي يدفع الفلوس بقى معاه الوثيقه ديت، كملوا بقى بقيه الاجراءات اللي هي الاداريه اللي محتاجينها. احنا بنفكر جديا ان احنا نشتغل كده لغايه لما نحل الموقف تماما. نقطه حضرتك ذكرتيها ال 40 فدان اللي هم على البحر المتوسط، بصراحه انا كنت شايف ان احنا كدوله ما قدرناش نوفر متنفس للمحافظات اللي موجودة بتطل على البحر المتوسط زي كفر الشيخ وزي المنصورة وزي البحيرة
وانا المنصوره الجديده اللي بتتعمل هي عباره عن قطعه ارض طولها 16 كيلو مش كده على البحر المتوسط. قلت للمحافظ والدكتور مصطفى مدبولي وزير الاسكان ما تعملوا حاجه زي اسكندريه كده على البحر بحيث ان الناس بدل ما تروح فقط تتحرك من البحيره لحته تطلع على المواجهه بتاعته. لو عندكم اكتر من 40 فدان عندنا يا فندم، بس حضرتك احنا كنا عرضنا الكلام ده من حوالي سنتين بس كانت قيود الارتفاع تكاد تكون صفر، فلسه بنغير المكان تاني على اساس نقدر يعني نلاقي مكان يبقى قيود الارتفاع على الاقل 7-8 متر يعني. لا هي على اساس انه يبقى حاجه على البحر يعني. هتفضل قيود الارتفاع صفر. خلاص يا فندم، لا لا هنحاول نشوف لها حل، هنحاول نشوف لها حل تاني، لان طبعا انا يهمني ان يبقى كل المحافظات اللي بتطل على البحر. على البحر المتوسط يبقى ليه لصالح شعب المحافظة او سكان المحافظة دول 5 كيلو 10 كيلو حسب المنطقة المتاحة، ويبقى بس احنا نعملها بتخطيط تحت سيطرتنا عشان نبقى موضوع الارتفاعات والدفاع وكده يبقى موضوع مركزي يعني. حضرتك يا فندم اخر كلمة هتسمح لي بيها، احنا من سنة تقريبا استردينا 700 فدان في رشيد كانت مجرفة من الخارجين عن القانون، عملنا فيها منطقة صناعية 202 فدان، حاليا بتقوم شركة صينية لعمل أكبر مصنع ورق من قش الرز بتقنية حديثة جدا، وباقي المنطقة هي على 128 فدان قسمناها على أساس تبقى للحرفيين أو للصناعات الصغيرة اللي تهم رشيد وإيدكم. ال 500 فدان التانيين جامعة خلاص كتبت العقود ودلوقتي بتعمل جسدها، جامعة رشيد جامعة خاصة، وطبعا معانا مع المنطقة الشمالية هنعمل مدينة سكنية تضاهي مدينة غيط العنب في اسكندرية ان شاء الله. اتعمل خلاص الكتيب ليها، انا قلت بس بعد التعديات دي هنقعد ان شاء الله على طول نفعل هذا الموضوع. اشكرك يا فندم. انا بس كنت عايز اقول لك انتوا عايزين تعملوا 1000 وحدة سكنية. ايوه. طب ما تعمليش 2000 ليه؟ اقول لسيادتك ما هو احنا بص على البحيره من فوق كده هتجد الناس برضو بتتعدى على الارض الزراعيه. استنيني بس، انا حتى قلت انا ما احضر المنطقه الشماليه يعني انتم مسمينها بشيخ الاربعه مش كده؟ ايوه. طيب انا قلت لهم بدل 1000 خليهم 2000. صدقيني حضرتك انتم محتاجين اسكان كتير. ايوه. والدليل على كده شوفي حجم التعدي في المباني على الاراضي الزراعيه، ودي مساله ثانيه، والتعدي ده مش لصالحنا كلنا لانه في الاخر هو غير مخطط وعشوائي ومفيش فيه مرافق ليه وبيصرف يعني، وعايز صرف وعايز مية وعايز كهرباء وعايز طرق ليه. فلو احنا ما سبقناش الناس تاني، وعشان كده لما قالوا لي 1000 قلت لهم خلوهم 2000، ده فين في الحتة اللي هي اللي حضرتك بتقولي عليها دي؟ في مكان اوسع ممكن، بس حضرتك براحتكم، بس انتوا كمان انتوا واخدينه تبرعات مش كده؟ مظبوط يا فندم. طيب خلاص يعني انا 1000 و 2000 سكان رشيد يا فندم عدد صغير ويمكن ما فيش ناس كتير طالبه ده، فاحنا ارد عليكي. اتفضلي يا فندم. انا اتصور، والكلام ده احنا بنحاول نعمله دلوقتي في اسكندريه في غيط العنب وفي حتت اخرى، ان احنا في برج تل العقارب في السيده زينب بنعمل ايه؟ بنجيب للناس سكن وناخد من المباني يعني الصعبه دي وندخلهم على المباني ديت وبعد كده نزيل ونبني تاني. فلو حضرتك بتبص على رشيد يمكن مفيش طلب، بس الواقع اللي موجود قد يكون محتاج يتغير. اخد من المباني اللي ممكن تكون مش كويسه دي واقعد الناس في مكان فيه مدرسه كويسه وفيه مستشفى او مستنصر كويس وفيه نادي صغير يعني خدماته، يعني خدمات المدينه اللي انتوا بتعملوها ديت، بحيث الناس تعيش في شكل تاني مختلف عن اللي احنا اتبنى بشكل غير مخطط. لو قدرتوا تعملوهم 2000 هيبقى كويس. حاضر يا فندم، اشكرك. شكرا يا فندم. نسمح بس لل شكرا يا باشمهندسه. شكرا. عفوا يا فندم. شكرا يا فندم. اتفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. احمد سعيد نوار، محافظه البحيره. سياده الرئيس، ليس من قبيل المجامله
أحد المفكرين حينما قال أبحث عن كلمة أكثر روعة من رائع وأكثر جمالا من جميل، أنا وزملائي سيادة الرئيس دون مجاملة نبحث عن كلمة أكثر تعبيرا عن الشكر من شكرا لكم، فلم نجد إلا أن نعدكم بمزيد من العمل وأن نكون مصداقا لتجربتكم في تحدي أي إزالة أي إرهاب. ما اجتمع عليه زملائي من توصيات هو مكتوب في هذه المذكرة لدى سيادتكم، وفكرتين أخريين سيادة الرئيس. بالنسبة لوادي النطرون، يقترح زملائي بعد إذن سيادتك أن تكون وادي أن تنشأ منتجعات سياحية لتشجيع السياحة الدينية في وادي النطرون، كما تعلمون سيادة الرئيس دير وادي النطرون وكذا. بالنسبة لبعض المساحات الأخرى ممكن إعطائها للشباب بعد وجود تخطيط عمراني، وشكرا سيادة الرئيس. معالي الرئيس، بشكر حضرتك ان انت اتحت لنا فرصه قدام حضرتك، بس سيبني زي ما انت حضرتك بتتكلم بالطريقه العاديه هتكلم مع حضرتك بنفس الطريقه. انت قلت كلمه جميله قوي دلوقتي، قلت ايد مصر مش متنيه، احنا ما حدش يقدر يلوي دراعنا ان كان جوه مصر او بره مصر. انا بس بطلب من اللجنه لو احنا نقدر يا فندم، واحنا بنقنن ان انا مش هقول لحضرتك مش لازم يبقى هو معاه 300 فدان و200 فدان، لا يعني يبقى زي ما معايا زي ما هو يكون، يبقى شنطه الفلوس معاه، بس انا بتكلم في جزئيه ثانيه يا فندم ودي الاهم بالنسبه لي. احنا النهارده السلع الغذائيه، الاسماك، كل المواد اللي احنا بنسمع كل يوم سعر بيطلع وسعر بينزل، لو احنا نقدر نقنن الاراضي ونقدر نتحكم واحنا بنديله الوثيقه دي ان احنا نقول له السعر ما يعلاش يا فندم، نقف لحد كده ما تعليش، احنا الدوله، احنا هبه الدوله، ما تزودش الا باذننا، ما تطلعش بالسعر الا باذننا. ده الجزئيه اللي انا كنت نفسي اتكلم مع حضرتك فيها. وجزء تاني يا فندم، ده طلب طبعا اللي شجعني واللي خلاني احلم انا واهل رشيد كلهم، هي الباشمهندس نادي عبده. احنا بنطلب طول عمرك، قلت كلمه جميله، الحق انا بديه لاصحابه، وانا بنتهز الفرصه دي لان احنا في رشيد الحق اتسلب مننا زمان قوي. احنا بنطلب من حضرتك حاجه واحده، لو نقدر يا فندم نخلي رشيد مجلس اعلى اسوه بالاقصر هيبقى نقله ثانيه خالص. رشيد محتاجه يا فندم نظره ثانيه كبيره، الباشمهندسه حط عينيها بشكل واضح، الباشمهندسه قالت بشكل كبير ان رشيد هي زهره البحيره، بالعكس هي زهره الجمهوريه كلها. بس يا فندم ده طلب انا متحمله من اهل رشيد كلهم بيوصلوه لحضرتك، وشكرا. انا اللي بتشكر، ولو ندي فرصه للشباب يعني. السلام عليكم، باشمهندسه منى الغول، مهندسه كهرباء بالديوان العام. كنت بعد اذن حضرتك بعرض فكره. طبعا حضرتك عودتنا ان احنا نمشي على نهج سيادتك في مواكبه التكنولوجيا الحديثه، وبما اننا بدانا ننشئ محطات طاقه شمسيه في محافظه البحيره، ليه احنا ما نستغلش الاراضي التي تم ازالتها ان احنا ننشئ محطه طاقه شمسيه؟ فيا ريت طيب حضرتك ان احنا يعني نستغل طيب الفرصه دي. بعد اذن السياده. طيب هبقى اسمحوا لي ارد انا عليكم الاول. الرائع والجميل انتم، الرائع والجميل يا احمد يا سعيد انتم، واللي عمل الموضوع مش انا، انتم. صحيح اللي عمل الموضوع اللي انتم مرشدتوا اللي جايين تقدموه، انتوا اللي ازلتوا وانتوا اللي وقفتوا قدام الناس ورجعتوا الحق تاني. الجزء الخاص بان احنا مدينة رشيد ما يبقى مجلس أعلى، صدقني هندرسها وندرسها بجدية. حاضر. مش عارف عايز أقول إيه، إن يعني إحنا مش هنستبق أبدا في المرحلة دي أي قرارات قبل ما نكون سمعنا كل، لأن إحنا كل محافظة زي ما قلت كده في بداية الكلام ليها خصوصيتها، فإحنا مش هنسبق. لكن فكرة إن اللجنة تبقى من المحافظة بقيادة المحافظ أو السيدة المحافظة، ده أمر إحنا خلاص إحنا وصلنا له، لأن مش هيبقى في حد أولى بالموضوع منكم. المحافظة أو المحافظ قاعد موجود شايف حاجته وعارف أراضيه وعارف الأوضاع إيه وعارف التاريخ وعارف كل حاجة، فبيكم بإن إحنا ندي قوانين وقواعد لده هتحل المسألة. أرجع بس النقطة أنت قلتها فيما يخص الفرد الأسعار، النقطة دي نقطة لازم انتوا كلكم يا مصريين تتوقفوا عندها. ما فيش حد يقدر يقول للحد بشكل مطلق انت تبيع بالسعر ده وما ترفعش السعر عن كده، ما تقدرش تعمل ده،
لكن تقدر تعمل يعني قيود. قيود. ولكن يبقى ان حجم المعروض لو زاد اكتر من حاجة الطلب لازم السعر يقل. لو انت النهاردة عندك منتج، المنتج ده 1000 واللي متقدم لطلبه 500، عشان تشجع الناس يزيدوا عن الخمسمية هتقول المنتج ده يتخفض سعره. الكلام ده بينطبق على اي حاجة، حتى على الاراضي، حتى على الاكل والشرب اللي انت بتتكلم عليه. طب خليني اقول لك، يعني في كلام انا ما قلتوش قبل كده كتير قوي، لكن وانا بقول لكم ان احنا رايحين لعدد معين من الصوب الزراعية وعدد معين من الاراضي اخلصه في 30/6/18 اللي هي في نهاية الفترة ديت، ده معناه ايه؟ هو انا حاجة اقول ان عدد الصوب دي خلص خلاص دلوقتي تعالوا استلموهم دلوقتي، ولا هو بيخلصوا من دلوقتي؟ بيخلصوا من دلوقتي. وانا اقدر اقول لك النهاردة في ناس كتير جدا في الاسواق عارفة منتجات وادي النطرون. عارفة ايه؟ منتجات وادي النطرون. ولو انتم متابعين الاسعار هتجد انه كان في وقت من الاوقات في سلع زي يعني الطماطم، الخضروات، الطماطم والخيار كان ليها سعر، وانا بتكلم معاكم دلوقتي سعرها وصل لتلت السعر اللي كان موجود قبل كده. ده مش عشان رقابة بس، لا، ده كان عشان في حجم معروض زاد. ولو استمرينا في خطتنا اللي انا قلت لكم عليها، احنا تعاملنا مع الموضوع بشكل علمي وتخطيط بنحاول جادين ان احنا ننفذه. انا عايزك تتصور كده وانتوا ناس من البحيره بتوع يعني قريبين من الزراعه تفهموا فيها. الفدان عندك في الارض المكشوفه بيطلع حجم معين من المنتجات. في مناطق اخرى جوده الارض فيها اقل من الارض الموجوده في البحيره، الفدان على صوبه يطلع 10 مرات قد الفدان اللي عند حضرتك. طب انا لما اعمل 1000 صوبه يبقى عملت 1000 فدان، مش كده؟ وبعدين انت بتزرع عندك فدان او فدانين وعايز تاخد الانتاج بتاعهم تنزله على الاسواق. انا لما ازرع 1000 صوبه في مكان واحد بعمل يعني اسلوب اداري وتوزيع وتجميع ونقل غير كده خالص، غير اللي انتوا غير اللي موجود في الريف المصري بتاعنا دلوقتي، اللي هو بروح جاي على 100,000 فدان دول معمولين صوب مثلا، فالصوب دي بالكامل انتاجها هيطلع بيتلم يتجمع بشكل معين ضمن دوره زراعيه كويسه. الدوره الزراعيه دي بتقول هنزرع دول المحصول الفلاني وده المحصول الفلاني وده المحصول الفلاني. انا عايز اقول لك على حاجه، انا ما عرفتش اسمك الاول. مصطفى رشيد. ها؟ مصطفى رشيد. مصطفى، بص يا مصطفى، انا عايز اقول لك ان احنا، انا بس بنتهز الفرصه ان انا اسمع المصريين. احنا الشركات اللي بتشتغل معانا في عمل الصوب بيقولوا احنا ما شفناش دولة بتعمل مشروع بالحجم ده في المدة دي. صدقني بتعمل، يعني بحاول اعمل ما يمكن عمله عشان المواطن البسيط او المواطن اللي هو عايز يشتري يجد الاسعار مناسبة من غير ما نخش في يا مصطفى، ما هو اللي بينزل يراقب التسعيره مين؟ مين اللي بيراقب التسعيره يا مصطفى؟ احنا، واحنا كويسين. خلي بالك، لكن اللي مش هيبقى الحاجه المظبوطه ايه؟ ان احنا لما الحاجه بتاعتنا موجوده في كل حته، منتجاتنا بوفره وبزياده، خلاص السعر هيبقى مظبوط. صدقني انا بقول لك ان احنا الشركات اللي شغالين فيها عشان تعمل لنا الصوب سواء داخل مصر او من خارج مصر بيقولوا احنا ما شفناش في العالم، في العالم حد بيعمل مشروع بالحجم ده في الوقت ده. الهدف منه ايه؟ ان احنا نحل مسائلنا بشكل حاسم. بشكل ايه؟ حاسم. انك انت تقول لا ده في خضروات بشكل كويس، لا ده في فاكهه بشكل كويس، في لحوم بشكل كويس. بس انتم عشان تشوفوا النتائج ديت اللي هو ان خلاص بقى بقينا احنا اليات سوق تانية واليات توزيع تانية ومنافس توزيع تانية. في فرق انك انت تشتري طلبك من محل 5 متر في 5 متر، وانك انت تخش محل كبير جدا مساحته
10,000 متر أو 7,000 متر تشتري بيه طلبك. ده شكل أنت تتصور أنه يبقى أغلى. لا، الخمسة متر في خمسة متر أغلى، لكن العشرة آلاف متر مش أغلى، تخيل. فإحنا بنحاول نوصل لدي، بس إحنا مصر ما شاء الله كبيرة، وعشان نعمل ده كله في الوقت ده تحدي كبير. أرجع تاني أقول لك، إحنا رايحين لضبط الأسعار مش بس بآليات الرقابة، لا، بمضاعفة إنتاجنا. الحاجة موجودة وبزيادة، فخلاص الناس هتخلي سعرها، مش ان انا بقوله بيع بثلاثة فهو بيبيع بثلاثة ونص، لا هو هيبيع باثنين ونص، لان السوق مش هيشتري غير بكده. وانتوا بتشوفوا لما المصريين بيجوا في وقت من الوقت يقولوا طب احنا مش هنشتري السعر الفلانية، تجد الناس ما تروح مخفض السعر، عشان هتعمل بيها ايه؟ انا جايب سمك عايز ابيع الكيلو مثلا ب 30 جنيه، ما لقيتش حد يشتري، هرميه بعد كده يبقى ب 20 احسن. فالمجلس الاعلى احنا هندرسها، والاراضي والقرار بان احنا تبقى انتم اللي مسؤولين على ان احنا نحل المساله ديت كامله من بواسطه المحافظه وبواسطه القيادات اللي انا قلت عليها وحضراتكم، وده امر اتصور ان هو هيحل المساله. حضرتك اتكلمت على موضوع الطاقة الشمسية. انت مهندسة وعارفة ان انا يعني الاراضي اللي عندكم في البحيرة اراضي ذات قيمة، اراضي زراعية. تصور لو انا عايز اعمل محطة بتطلع مثلا 200 ميجا، هاخد قد ايه؟ يا ترى ده تكلفته وجدوله اقتصادية افضل؟ الارض اللي رجعناها دي ارضكم، مش يعني ايه ان شاء الله الارض دي كده كانت مع حد، لا دي بديل ليها قيمه. فلو انتوا حطيتوا عليها محطه عشان تطلع 200 ميجا كهرباء، اتصور هتاخد مساحه كبيره جدا من الاراضي جدواها الاقتصاديه كارض احنا فقدناها، هنبقى فقدناها. لكن احنا ممكن نعمل حاجه تانية، ان احنا لو بنبني مباني نعمل فوق من المباني ديت خلايا طاقه شمسيه تنزل للبيت بالنهار، وفي الوقت اللي ما فيش فيه ضغط تخش على الشبكة الرئيسية، وبالليل تبقى تاخد من الشبكة الرئيسية، يعني حاجة زي كده. انا حضرتك يا فندم في هذا الموضوع، ان احنا فعلا عملنا مشروع طاقة شمسية فوق مباني المحافظة، شغال بقاله سنتين، بينتج حوالي 200 كيلو وات ساعة. ودلوقتي بنكرر هذا المشروع في مجمع دمنهور، ان احنا بنشتغل كذا. وهي الحقيقه المهندسه منى كانت بادئه عندنا من سنتين، بس هي مسؤوله عن الكلام ده وحفظته كويس قوي وذاكرته كويس قوي. فوق المباني ماشي، فوق المباني بالظبط يا فندم. اتفضلي حضرتك. السلام عليكم سياده الرئيس. الحقيقه انه احنا في الوقت بتاع المتابعه الميدانيه في أكتر من مركز في المحافظة كنا بنلاحظ فكر معين بالذات من المواطن البسيط اللي هو مش بيفكر غير في رزق يومه زي ما بيقولوا. كان وقت الإزالة ما بيبقاش مستوعب غير إن الدولة بتظلمه، وإحنا كان عندنا تخوف من إن بعض الأطراف ممكن تستغل ده. فبنطلب من حضرتك إنك تؤمر بعمل حملة إعلانية كبيرة مرئية ومسموعة ومقروءة تقدر توصل لكل بيت، لأنه إحنا تقريبا ما بنشوفش اي حاجة في التلفزيون عن الملف ده، وده ملف مهم جدا وما بيوصلش للناس البسيطة. شكرا. انا بتفق معاك، وانا اتصور ان كلمتك اللي انت قلتوها دي في حد ذاتها تكرارها في الاعلام بان الموضوع ده معمول لصالح الناس كلها دي اجابة. طبعا انا بس عايز اقول ايه، حجم مصر او عدد سكان مصر 93 مليون، يا ترى اللي ممكن يكون بيعاني من الموضوع اللي احنا بنصوبه، مش بننسفه، احنا بنصوبه بنقننه بنصلحه، بدليل ان احنا بنقول اللي عنده ارض او حط ايده على الارض وزرع عليها بنقول له تعالى نخلي لك انك انت تبقى صاحب الارض ديت. لكن انك انت تاخدها كده مش هينفع. يعني احنا مش ضد ابدا ان المواطن يبقى يشتغل ويعيش، بس كمان يشتغل ويعيش على حساب أرض بتاعته، مش كده ولا إيه؟
شكرا يا فندم. طيب حاضر، معلش برضو الشابات ليهم وضع خاص. السلام عليكم سيادة الرئيس. عليكم السلام. أحب أشكر حضرتك جدا على دعم حضرتك لينا. قد إيه كم الإريحية اللي أنا حساها دلوقتي وأنا واقفة، وكلنا حاسينها، أنا حساها فينا كلنا، إن خلتني أمشي خطوتين دول وأقف قدام سيادتك دلوقتي. وبتوجه برضو بالشكر لسيادة المحافظ إنها كانت مداعبة لينا جدا ومعانا في كل خطوة وفي كل حاجة، وليس يعني انحيازا للنوع أنثى وأنثى، بل انحيازا أو فخرا بأنها معانا، إنها سيدة ذكية جدا، الحنكة الأمر وتدبر الأمور، وما شاء الله عليها، ربنا يعني دايما معانا كده يا رب. نقطة بس، أنا ما كانش عندي اقتراح، بس هو جالي الاقتراح وحضرتك بتتكلم دلوقتي مع سيادة المحافظ. بالنسبة لنقطة حضرتك قلت البحيرة فيها طبعا يعني الأزمة السكانية برضو فيها عدد كبير أكيد، وحضرتك قلت لسيادة المحافظ ليه ما نعملش 2000 وحدة سكنية يا رب يعني. بس أنا كنت في نقطة بشوفها وإحنا بتنزل، خصوصا مثلا ما شفتها في إيتاي، إن في مثلا منزل كبير يعني هو دور أرضي، وكمان سقفه مثلا مش بيبقوا عاملينه خرسان وكده، بيبقى حاجات تانية يعني حتى أمانا مش حلو. لكن منزل كبير لو مثلا واجهة 14 متر وفي 12 أو حاجة زي كبير، طيب لصالح فرد واحد، ليه ما يبقاش لصالح 1000 واحد مثلا أكتر؟ فأنا ما عنديش غير النقطة ديت، إن أنا نفسي إن إحنا الاستفادة هتبقى أكبر لو كانت برضو هم الأمان ليهم، ممكن يبقوا في أمان ووضع كويس جدا في مكان تاني مقنن حلو جميل، وفي نفس الوقت المكان أرض كبيرة، أنا بتكلم في المساحات الكبيرة، في حاجات صغيرة مش مهمة طبعا، لكن في حاجات كبيرة مهمة قوي إن ممكن أكتر من واحد يستفاد منها. شكرا سيادة الرئيس. بشكرك، وطبعا انت من حقك انك انت تنحازي للمهندسه ناديه، يعني من حقك كده. لكن هرجع اقول لك حاجه تاني، عندنا في النقطه اللي انت اتكلمت فيها دي موضوع ان اهلنا في الريف في الغالب بيحبوا ان هم ينفردوا بالسكن بتاعهم. مش عارف الكلام اللي انا بقوله ده توافقوني عليه ولا لا. لا صحيح. وبالتالي لما نيجي نقول لهم طب ابني حتى بدل الدور دورين ثلاثة عشان تدي حد آخر من غير الأسرة، أنا هقول في الغالب، مش هقول بالمطلق، في الغالب بإيه؟ ما هو عايز يا هو يا أولاده، أو هو أولاده بس، فده تحدي. النقطة اللي أنت ذكرتيها نقطة إحنا اتكلمنا فيها من كام شهر مع الهيئة الهندسية، وقلنا في البيوت اللي احنا بنرفع كفائتها ادرسوا ان احنا نزيل البيت ونخليه دور ولا يعني دورين ولا ثلاثه. بس فوجئنا بحاجتين، ان النقطه اللي حضرتك اتكلمت فيها ديت ان الناس في الغالب بتقول لك يعني مش هاجره لحد، ده بتاعي، عايز كنت عايز تصلح لي البيت وعايش فيه لوحدي دور كتر خيرك، مش عايز وعايز تعمله دورين او ثلاثه، هتعمله دورين او ثلاثه وايه وتسيبهولي. لكن يبقى انتم موجودين، وانتم ابناء المحافظه وابناء الاهالي اللي انا بتكلم عليه، وانا ما عندناش مشكله في ده. تعالوا على قريه قولوا للقريه ديت، انا بقول لكم كده عشان تشوفوا العمل التنفيذي قد ايه صعب، قد ايه صعب، لكن بحماسكم وبان انتم ابناء المحافظه بتيجوا على قريه من القرى، القريه دي فيها 500 بيت. قولوا عايزين نشيل ال 500 بيت دول ونبنيهم بتخطيط عمراني متميز خلال 6 شهور 3 ادوار. ويبقى متاح ليهم، متاحين الدور او دورين للي طالب للمكان ده، وشوف المشاكل اللي هتدخلي فيها او هتدخلوا فيها مع المواطن وملكيته وحقته. حتى لو كان هو عامل تجاوز وباني على ارض زراعيه، هتبص تلاقي في مشكله كبيره جدا انك انت تقنعيهم بده، رغم ان انا بقول ايه هحل المساله في 6 شهور. يعني ايه في 6 شهور؟ هتجد قريه نموذجيه اتشال الشكل اللي انتوا مش عاجبكم، واتعمل تصميم تقبلوه ويقبلوا المواطنين في الريف، يلبي مطالبهم ونبنيها في 6 شهور.
وشوفوا هتقدروا توصلوا لده ولا لا، ونجحتوا فيه هتبقى تجربة غير مسبوقة قبل الاتكرار في حتة تانية. أبناء المحافظات، شباب المحافظات، شابات المحافظات قادرين على حاجات كتير قوي زي اللي حضرتك طرحتيها ديت، بس يا ترى الناس ممكن تتجاوب معنا ولا لا؟ انت بتخشي في ملكية وبتخشي في حرية، ملكية دي ملكيته، ما تقدريش تقولي له حابلين لك دورين او ثلاثة ويخش معك حد فيه، ما تقدريش تقولي كده. وحرية اللي هو حريته الشخصية، انا مش عايز، ثقافتي كده، عاداتي كده، تقاليدي كده. وهنا عشان كده بقول ايه، الخيار اللي قدامنا كدولة ان احنا نيجي على المناطق زي ما كلمت السيدة المحافظة فيما يخص الالف، انا اللي بعملهم او هي اللي بتعملهم، تخلي الف تخليهم الفين، وهم خمس ادوار مش كده؟ خمس ادوار، ما حدش يقدر يقول لها خليهم ثلاثة، هيبقوا متاحين للي عايز يتفضل. لو احنا اتحنا كده للناس، على الاقل الشباب اللي في سنكم هيجد اسكان بالشكل ده بالمستوى ده، وهنسيب اهلنا اللي موجودين بطبيعتهم وبثقافتهم شويه. لكن انا بقول لكم انا داعم ليكم ولكم مني دعم، لو انتم توصلتوا الى اجراء مع قريه او عده قرى في البحيره او في حتى في كل مصر اللي بيسمعني، ان تتشال القريه. بالمناسبه ده امل عندي، ده امل عندي، وانا ببقى ماشي كده ببص على مصر ببقى زعلان قوي على الريف بتاعنا انه تحول لكده. وكنت بقول لو احنا بدل ما نعمل الشكل اللي احنا شايفينه ده ومتبعثر كده وبالطريقه دي نبني قريه نموذجيه جميله بالسكن بالخدمات بتاعتها، المدارس بده، حتى اولادنا يطلعوا على شكل صحي اكتر. انا داعم للفكره ومستعد ان انتوا لو وصلتوا الاتفاق مع قرية او عدة زي ما انتوا عايزين انا هنفذ لكم. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. ترتيبه.